بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. فأما الزبد فيذهب جفاء أو جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم لقاء الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 794. يبدأها المهندس عدلي بداية قرآنية. خير؟ لا أجد أروع ولا أكثر تلخيصا ولا أصدق من هذه الآية لتلخص الحال، سواء في المشهد السياسي أو في المشهد الرياضي أو في أي مشهد نعيش هذه الأيام. فبينما مصر تقدم ما ينفع الناس في الأرض باستضافتها لأهم وأخطر مؤتمر عالمي، ما حصلش أهم قضايا الكون، أهم قضايا بقاء الكون، لا تقول لي حروب ولا قنبلة ذرية ولا بتاع. أيوه. ودليل حضور معظم رؤساء العالم أو من يمثلهم هذا المؤتمر. وهي تبدو لهذا الجهد وهذا النظام وهذا الصدق وهذا التوجه وتتحمل هذه المسؤولية في لحظات صعبة. طبعا نجد أن على المستوى الدولي أيضا هناك من يريد أن يلقي بالزبد ليغطي على هذا الحدث العظيم بدعاوى زائفة في شكل حقوق للإنسان بمنهجية تبعد كل البعد عن هذا الإيمان بحق الإنسان. صحيح. لم يسمعوا إلا لرأيهم وصدروا على الجميع، بلاش انتوا، ولم يعطي الفرصة لسرد الحقائق. صحيح. أن هذه ليست قضية رأي ولكن قضايا حكم عليها جنائيا. مع تعاطفنا مع أي واحد في كربه، ربنا يفك كربه، بشرط أنه كمان يفك كرب البلد وفك كرب الإنسانية. فك أنتوا إيه ده؟ أنا لما أتابع أسباب المحاكمات أنا في ذهول. طيب حتى على المستوى الداخلي تلك الدعاوى الخائبة التي يطلقها البعض من يأسه بإحداث خراب، ممضوعات خراب دول، أيوة، والنزول في مظاهرات الاحتجاج على الأوضاع، ونسيوا حاجة مهمة جدا جدا، أنهم يريدون أن يرجعوا بالبلد. أنا هذا ما لمسته في الشارع المصري. أيوة. الناس كلها، وإحنا يا كابتن عدلي تاني هنعيده، إحنا تاني هنعاني من فقر الطاقة. طيب. تاني، معلش أخلص جملتين دول، تاني هنعاني من عدم الأمان، تاني هنرجع للعشوائية، تاني وتالت، ونريد أن نعيد البلد إلى نقطة الصفر، ولكنها دعاوى لا تلقى استجابة الحمد لله بوعي هذا الشعب وبصدق ما تحقق على أرض الواقع. ده كلام مهم جدا هنيجي لتفاصيله، لكن خلينا سريعا نقول أبرز ما في الحلقة من تفاصيل. مقالي ومقاله، طب وبعدين؟ الغربال هادوا التفاتر تنقرا، وبعضمة لسانه ومين يحاسب شلبوك، والشموع الحمراء عن داود راتب باشا، وأسرار الملك عن السيد الدزول، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. دي أبرز عناوين حلقة الليلة اللي جاية بعد لحظات قليلة من انتهاء اجتماع مهم لمجلس إدارة النادي الأهلي، عقد اليوم وانتهى منذ لحظات برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي لظروف سفر الكابتن محمود الخطيب في رحلة علاج بباريس. الحمد لله، إن شاء الله نطمن عليه. لكن لكل هذه التفاصيل وما صدر عن هذا المجلس من قرارات، معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير على المهندس عدلي وعلى جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتتابع برنامج ملك وكتاب. تحياتنا لحضرتك، واجتماع كان مهم، يا ريت تحطنا في الصوره وابرز ما صدر من قرارات.
يعني في الحقيقة طبعاً اجتماع كان بالغ الأهمية، لكن خليني في البداية أتوجه بأرق التهاني للدولة المصرية على التنظيم المبدع لفعاليات قمة المناخ، وفي الحقيقة اللي كانت لاقت استحسان وتقدير كل زعماء العالم اللي حضروا فعاليات هذه القمة. أيضاً الحقيقة خليني بقى أنتقل لموضوع مهم آخر، وهو اجتماع مجلس إدارة اليوم. وفي الحقيقة بواحد كان من الاجتماعات المهمة والاجتماعات التاريخية، لأنه بيأتي في توقيت مهم للنادي الأهلي، وهو مناسبة انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي يومين متتاليين 28-29. لكن أهمية أيضا الاجتماع جاءت من المداخلة الكريمة في الحقيقة اللي حرص عليها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء رحلة العلاج في باريس. في الحقيقة كان حريص أن يعمل مداخلة عبر برنامج زوم لتحية وتقدير أعضاء مجلس الإدارة المؤخرين أيضا وطمأنتهم في الحقيقة، لأن كان عندهم حالة من الشغف الكبير للاطمئنان على صحة الكابتن محمود الخطيب. وفي الحقيقة هو حرص في هذه المداخلة الكريمة أن هو يطمئنهم على الأوضاع الصحية للكابتن محمود، ولكن في نفس الوقت حرص أيضا كابتن محمود على انه يتابع مع اعضاء المجلس الموقرين الجهود اللي بتتم في الفتره الماضيه استعدادا لافتتاح فرع التجمع في الحقيقه اللي بتتم على قدم وساق لافتتاح هذا الفرع اللي بيمثل فخر وتقدير ايضا لكل جموع المصريين بشكل عام وايضا اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العريقه. ولما الكابتن محمود في الحقيقه شاف التطورات اللي كانت بتتم في المباني الخاصه بالتجمع وايضا تجهيزات الملاعب وتجهيزات المكاتب الاداريه والتجهيزات اللوجستيه لفرع التجمع والاجراءات اللي تم اتخاذها، في الحقيقه كان لديه سعاده بالغه ووجه الشكر الجزيل لمجلس الاداره على هذه الجهود المبذوله لافتتاح فرع التجمع او فرع القاهره الجديده. الحمد لله. ايضا الموضوع الثاني كان موضوع ايضا في غايه الاهميه حرص كابتن محمود ان هو يستعرضه عندما استعرض السيد المهندس خالد مرتجي امين الصندوق والمدير المالي الميزانيه عن العام المالي 2021-2022، واللي في الحقيقه حملت الكثير من الاخبار الساره لجميع اعضاء الجمعيه العموميه وايضا جماهير النادي الاهلي في كل مكان، حيث حققت الميزانية فائض كبير بلغ 149 مليون جنيه 853 ألف، وده على فكرة واحد من أكبر الفوائد اللي يعني في الحقيقة اللي بيحققها النادي الأهلي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة جدا تواجه كل دول العالم ولها انعكاسات أيضا على الدولة المصرية بشكل عام وأيضا انعكاسات كبيرة على موازنات الأندية الرياضية في كل دول العالم. فعندما يحقق النادي الأهلي فائض بهذا المبلغ الضخم 149 مليون جنيه 853 ألف جنيه في الحقيقة، وفي الحقيقة كان موضوع في غاية السعادة لكل أعضاء المجلس الموقر في الحقيقة. وهنا في الحقيقة الكابتن محمود أيضا كعادته وخلقه الكريم في الحقيقة كان حريص على أن يوجه التحية والتقدير لكل أعضاء المجلس في الحقيقة على هذا الجهد في الميزانية، ولكن حرص أيضا على تخصيص الشكر والتقدير للسيد المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق والإدارة المالية للنادي الأهلي. الحاجة الثانية أن الميزانية أيضا حملت مفاجأة ثانية، وهي الميزانية الإجمالية بلغت 3,87,000,000 جنيه، وهي الميزانية الأعلى في تاريخ الأندية المصرية وفي أندية أيضا القارة الأفريقية، وهي ميزانية أيضا تدعو إلى دقة الأداء المالي وقوة الأداء المالي في نفس الوقت في الحقيقة. وده أيضا خبر يعني إحنا حريصين على إن إحنا نعلنه من خلال قناة النادي الأهلي لكل أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي الأهلي في كل مكان، لها أن تفتخر بهذا النادي العريق وقوته المالية اللي يمكن بتتعكس على كثير من الأحداث المالية منها طبعا عمليات التسويق، وده بيجاوب برضو على بعض الأسئلة اللي بيتم إثارتها في الفترة اللي فاتت، من أين تأتي قوة العلامة التجارية للنادي الأهلي، تأتي قوة العلامة التجارية للنادي الأهلي من مصدر رئيسي أيضا ومن عناصر مختلفة، لكن يجب في صدرها هو قوة الوضع المالي للنادي الأهلي اللي أنا عكسته في الحقيقة في حاجتين مهمين مرة تانية بأكد عليهم، لأن ده كنا النهاردة يعني في الحقيقة كان موضوع كان أعضاء المجلس الموقر في الحقيقة في غاية السعادة بيه، اللي هو فائض في ميزانية النادي الأهلي
149 مليون جنيه 853 ألف. ليس فقط الفرحة كان مصدرها هو الفائض، ولكن في ظل تحديات مالية تواجه كل مؤسسات الرياضية على مستوى العالم، ويحقق الأهلي هذا الإنجاز فهو إنجاز يستحق السعادة والفخر من كل أسرة النادي. طبعا يا دكتور ده الفائض ده يعني بعد كمان الإنشاءات وما تم الإنفاق عليها وأصبحت أصولك بتتعظم. يعني كابتن عادل أيضا لمس نقطة مهمة، إن إحنا عندنا جزء فعلا من الأصول أو المشروعات تحت التنفيذ ما زالت لن يتم إضافتها في الحقيقة، وتم إضافة جزء منها. ليمكن الخبر السعيد أيضا إن النادي الأهلي ومجلسه الموقر استطاع إن هو يسدد كامل مساحة أرض التجمع خلال 4 سنوات في الحقيقة، اللي اقتربت من 700 مليون جنيه. باقي فقط قسط وحيد هو قيمته 42 مليون جنيه. واعتقد احنا النهارده في ظل الاوضاع دي لا ده انجاز تاريخي. هناك ايضا جزء من المشروعات تحت التنفيذ زي ما المهندس عادل بخبرته الكبيره ذكره وحب يوضحه، لم يتم اضافته للميزانيه وسوف يتم اضافته في العام المالي القادم ان شاء الله. وده اعتقد يعني نقطه تبعث ايضا على الفخر ان الاصول الراسماليه للنادي الاهلي تتعاظم كل يوم عن يوم، وده اعتقد هو دايما دأب النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي اصوله عماله تكبر في كل مكان ان شاء الله. وفي الحقيقه عندما اطمأن الكابتن محمود على هذا الوضع المالي الذي يدعو للسعاده والفخر، استأذن من المجلس الموقر لانه كان لديه ارتباط مع الطبيب المعالج، وكان المجلس في الحقيقه في غايه السعاده ايضا، وكان لديه شغف كبير في الاطمئنان على صحه الكابتن محمود القمر. الجزء الثاني في الحقيقه بعد ما يعني استاذن كابتن محمود التابع المجلس الموقر فعاليات الجلسه برئاسه السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، واستعرضوا جدول الاعمال، وكان اهم ايضا البنود اللي كان مجلس الاداره حرص ان هو النهارده يناقشها في جدول الاعمال، هو اعتماد التقرير السنوي لمجلس اداره النادي الاهلي والذي يتضمن جدول وفعاليات الانشطه الرياضيه للعام المالي القادم 22-23، واللي اشرف على اعداده ايضا عضو مجلس الاداره الاستاذ طارق انديل. وفي الحقيقه استعرض المجلس كل الانجازات التي تمت في العام الماضي، وطبعا هذه الانجازات تشمل الانجازات الرياضيه وانجازات الادارات المختلفه في النادي الاهلي، اداره النشاط الرياضي، ايضا الادارات الخاصه بالاكاديميات الرياضيه، وكل الفعاليات التي تتم في النادي الاهلي، واللي في الحقيقه حصل طفره كبيره في كل الجوانب اللي بتتم على العمليات اليوميه في النادي الاهلي، سواء كانت تتعلق بالانشطه الاجتماعيه المقدمه للاعضاء، انشطه الادارات المعنيه، اداره التسويق، اداره الاشتراكات، كل الادارات في النادي الاهلي حتى لا انسى اداره، يعني كلهم بيتعاملوا كفريق، وايضا خطه النشاط للعام المالي القادم. ايضا المجلس الموقر النهارده اعتمد مشروع. طيب واضح ان الاتصال قطع بالدكتور سعد، هنعاود الاتصال بيه تاني. ارقام ما شاء الله. اخبار ارقام بتعكس صلابه هذه المؤسسه. واللي كانوا بيتريقوا عمالين يكلموا الشفافيه الماليه والسلامه الماليه، هي الميزانيه دي اللي بتقول هو الكلام ده اللي بيقول. واتحدى ان احد يجرؤ يقدم مثل هذا التحليل المالي الى اي جهه عالميه بكل وضوح الا بعض الشركات. 3 مليار و87 مليون حجم الميزانيه. ما في بعض الانديه مؤسسه من الاول شركات عندها هذا. طيب رجع لنا تاني الدكتور سعد. دكتور سعد اتفضل. يمكن احنا كان عندنا ايضا في التقرير الموازنات الماليه عن العام المالي كان عندنا بعض الحاجات المهمه ايضا اللي يمكن جوه التفاصيل الدقيقه، لكن هي يعني ايضا تهم اعضاء الجمعيه. يمكن تضمن التقرير ايضا ان النادي الاهلي الحمد لله استطاع ان يستكمل راس مال شركه الاهلي للانتاج الاعلامي بنسبه 100%، وده واحد ايضا من الموضوعات اللي بيدعو للفخر الكبير. كمان استكمل يعني عايز اقف هنا بس عشان اوضح واشرح. اذا هي ليست مديونه الان لاي جهه من الجهات بما فيهم النادي الاهلي، هي مستقله الان وراس مالها مسدد بالكامل.
رأس مالها مسدد بالكامل، ودي طبعا كانت أول الشركات اللي أنشأها النادي الأهلي سنة 2008، وده كان نموذج فريد طبعا نتج عنه قناتنا الموقرة قناة النادي الأهلي. كمان احنا قدرنا الحمد لله في التقرير المالي نعرض ان احنا استكملنا 25% من رأس مال الشركات الثلاثة الباقية، سواء كانت شركة الأهلي لكرة القدم، سواء كان شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، أو سواء شركة الأهلي للخدمات، استكملنا المخصصات المالية الخاصة بها حسب القانون بتاع هيئة الاستثمار. ده كان حاجة برضو أيضا مهمة استعرضها المجلس. المجلس كمان درس، كان النهاردة في الحقيقة كان عنده دراسة أو استعراض مستفيض لما تم تداوله في من بعض المنصات الإعلامية من خطاب ورد للنادي الأهلي، وبشأن ان النادي الاهلي بيشرع في انشاء فرع جديد في العالمين في الحقيقه، والمجلس كان حريص على ان هو يوضح للراي العام وايضا محبي النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. حتى الان الخطاب الذي تداولته المنصات الاعلاميه لم يصل الى النادي الاهلي بشكل رسمي من الجهات المسؤوله عن ذلك في الحقيقه. وكمان احنا يعني المجلس النهارده كان حريص على اتخاذ قرار ان يتم تشكيل لجنه في حاله وصول الخطاب للنادي الاهلي، سوف يتم دراسه الموضوع وعرضه على مجلس الاداره الموقر. هذه اللجنه سوف يترأسها السيد الاستاذ العمري فاروق رئيس مجلس الاداره، والسيد امير الصندوق، وايضا تضم في عضويتها الاستاذ محمد الغزاوي رئيس لجنه تنميه الموارد، واعضائها ايضا الاستاذ محمد الضماطي، الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ لميا مختار، والمدير التنفيذي للنادي الاهلي. ده كان ايضا واحد من الموضوعات اللي تم مناقشتها. ايضاح مهم يا دكتور، ايضاح مهم جدا، لانه بيوقف سيل التكهنات وبيؤكد على هذا القدر من الشفافيه التي يعمل به النادي الاهلي، ومن ثم اكسباته المصداقيه. كان هذا التوضيح مهم جدا. يعني زي ما حضرتك تفضلت مشكورا كابتن عدلي، ان النادي الاهلي عنده يعني حوكمه مؤسسيه بتمشي وفقا لمعايير محدده، ولو عندنا اي خطابات رسميه طبعا كان سوف يتم اعلانها من خلال النادي الاهلي، لكن احنا برضه حبينا زي ما حضرتك تقول ان احنا في عندنا ايضا مصداقيه او شفافيه في عرض الموضوعات كلها. كان مجلس الاداره النهارده حريص على انه يوضح للراي العام ما تم تداوله على المنصات الاهلي. الجزء الاخر ايضا، وهو ايضا حدث مهم احنا بنستعد له كل سنه، وهو عرس النادي الاهلي جمعيته العموميه العاديه. ايضا كنا حريصين مجلس الاداره على استعراض كافه الموضوعات التي يتم عرض جدول الاعمال الذي يتم عرضه على الجمعيه العموميه، وايضا مناقشه يعني مقترحات الساده اعضاء النادي الاهلي الموقرين في الحقيقه، اللي النهارده كنا بنستعرض كل المقترحات اللي وردت من أعضائنا الموقرين، وفي الحقيقة كانت بتحمل أيضا رؤية إبداعية لأعضائنا وحرصهم على التطوير المستمر للنادي الأهلي. يمكن أنا أذكر هنا على سبيل المثال للحصر بعض الاقتراحات اللي كانت جاية من أعضائنا اللي احنا بنفتخر بيهم. كان موضوع يتعلق بالسلم الكهربائي في جراج مدينة نصر، وفي الحقيقة مجلس الإدارة يمكن طرح هذا الموضوع للشركات المتخصصة، وإن شاء الله عندنا الأسبوع القادم هو أمر التغذية على الشركة التي سوف تقوم بإنشاء سلم الكهرباء لجراج مدينة نصر. ده كان عندنا النهاردة واحد من مقترحات الأعضاء. أيضا كان عندنا أيضا مقترح آخر من أعضاء النادي الأهلي يتعلق بإطلاق اسم الفريق مرتجي على احد الشوارع الرئيسيه، نظرا لتاريخه العريق في مؤسسه عسكريه عريقه نفتخر بها جميعا وهي القوات المسلحه المصريه، وايضا عطاؤه اللامحدود للنادي الاهلي والذي استمر حتى اخر ايام عمره، كان حريص على التواجد ودعم ومسانده النادي الاهلي، وده المجلس وعد ان شاء الله بدراسه هذا الامر. ايضا كان عندنا بعض المقترحات الاخرى ايضا اللي هي خاصة ببعض الخدمات المقدمة داخل النادي الأهلي، وإن شاء الله مجلس الإدارة أخذها في الحقيقة بعين الاعتبار، وسوف يتم دراسة هذا الأمر. ده أنا بدي مثال كده من الموضوعات اللي كانت مطروحة من قبل أعضائنا الموقرين. ثم استعرض المجلس التجهيزات الخاصة واللي بتقوم بها الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي لاستقبال أعضاء النادي الأهلي خلال يومي 28 و29
للجمعيه العموميه، واللي بتشمل مجموعه من العمليات اللوجستيه المهمه، منها الانتقال من المقرات الى مقر الرئيسي للنادي الاهلي. وسوف يقوم النادي الاهلي بتوفير وسائل الانتقال من جميع فروع النادي الاهلي الى المقر الرئيسي لانعقاد الجمعيه بالجزيره، كذلك الاستعدادات بالاشراف على الجمعيه العموميه من قبل اللجنه الاولمبيه والجهه الاداريه المفوضه بالاشراف. كل ده النهارده المجلس الموقر في الحقيقه كان حريص على ان هو يتابعه بشكل يعني مفصل ودقيق جدا لضمان خروج الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بالشكل الذي يليق باعضاء النادي الاهلي وبقيمه النادي الاهلي التاريخيه. ده دايما عهدنا بالنادي الاهلي. تمام. دكتور، هل في اي حاجه اتناقشت في كره القدم؟ فيما يتعلق بكرة القدم كان في اعتماد قرار رئيس مجلس الإدارة في الحقيقة بسفر اللاعب أيمن أشرف للنمسا لإجراء الفحوصات الطبية على الركبة الخاصة به، لأنه بيعاني من بعض المشاكل الطبية. ده كان النهاردة واحد من الموضوعات اللي تم أيضا استعراضها فيما يتعلق بكرة القدم. والنشاط الرياضي فيه أي حاجة تانية؟ النشاط الرياضي طبعا كان عندنا بعض الموضوعات اللي هي خاصه باستخدام بعض اللاعبين، في الحقيقه اعتمدها مجلس الاداره، وكان استعراض للانجازات ايضا اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، سواء كانت يمكن من اهمها الى اي مدى النادي الاهلي بيسير في السياسه الرؤيه التطويريه للنشاط الرياضي، وكان من اهمها استخدام مديرين فنيين اجانب في الرياضات الجماعيه تحديدا لضمان منافسه النادي الاهلي على كل الالقاب القاريه، وده اعتقد كان اخرها. النهارده كنا بنعتمد عقد المدير الفني لكره اليد وهو واحد من افضل ثلاث مدربين على مستوى العالم، ده كان النهارده موجود معانا في جدول اعمال المجلس. هل العقود الجديده للرعايه تم مناقشتها واعتماد البعض منها ولا لسه مؤجله؟ في الحقيقه احنا عندنا كل يوم زي ما احنا عارفين ان احنا بنعمل المره دي تجربه ايضا جديده، زي ما احنا يمكن استعرضنا مع حضراتكم في الفتره اللي فاتت مع احد الشركاء الاستراتيجيين لينا، الشركه المتحده للتسويق الرياضي والخدمات الاعلانيه، في الحقيقه هو النهارده فاز بحق التسويق الحصري لخدمات الرعايه، وبالتالي احنا يمكن اعلنا عندكم ان احنا دلوقتي عندنا بعض الشركات الحمد لله اللي انتهت امورها بالنسبه لنا، وايضا المجلس استعرض التطورات اللي باقيه في باقي عقود الرعايه وايضا الجوانب المتعلقه بيها. لما هتبقى الرؤيه ان شاء الله عند التوقيع، ان شاء الله توقيع العقود هيكون في حاجه ساره ايضا اخرى لجماهير النادي الاهلي بهذا الشكل. الاستاد الجديد برضو كمشروع لسه ما اطرحش فيه حاجه؟ يعني احنا دايما متعودين في النادي الاهلي ما بنتكلمش، بنقول هنعمل، لما بنعمل وبنبقى عندنا خلاص الامور الرسميه تمت. يمكن احنا دلوقتي بنتكلم على خطاب تناوله الجميع، قلنا والله يا جماعه احنا ما نقدرش نتكلم فيه لما يجي لنا خطاب رسمي يوصل للنادي الاهلي بطريقه رسميه من الجهات المختصه، سوف يتم دراسته والاعلان على اعضاء وجماهير النادي الاهلي. ايضا الاستاد العمل في الحقيقه من قبل شركه الاهلي للمنشات الرياضيه بيتم على قدم وساق، لان شركه المنشات الرياضيه تعلم ان ده يعني استاد النادي الاهلي هو واحد من اهم القرارات الاستراتيجيه للنادي الاهلي. واحنا يمكن كان عندنا من فتره سابقه اجتماع لشركه الاهلي للمنشات الرياضيه مع مجلس الاداره، واستعرضت ورشه العمل اللي تمت في وجود خبراء اجانب متخصصين لاستعراض تفاصيل الاستاد، لكن احنا ان شاء الله لما هنوصل للقرارات النهائيه وان شاء الله قريب قوي هيبقى عندنا كتير من الاخبار الجميله اللي تتعلق باستاد النادي الاهلي ان شاء الله. التجمع اخر حاجه 25 افتتاح مش كده؟ خلينا نقول ان الموعد ده بيتم تحديده بقرار من مجلس الاداره، فاحنا يعني تابعنا النهارده الاستعدادات. وفي خبر مهم برضو، يمكن انا بعت لكم مجموعه من الصور اللي تم اتخاذها بالامس، يعني تم التقاطها بالامس، اللي بتعكس التطورات اللي في التجمع في الحقيقه، وارجو ان حضراتكم مشكورين تعرضوها للساده. هتشوفها دلوقتي اعضاء النادي الاهلي، هي اتعرضت وهي بتتعرض تاني يا دكتور. اتفضل. والراغبين اللي هم عندهم الرغبه في الاشتراك، وزي ما نقول عايز ابنك بطل، انت عارف المكان هو النادي الاهلي، والنادي الاهلي في القاهره الجديده، احنا على اتم الاستعداد ان شاء الله. دي الحاله اللي عليها فرع التجمع حاليا اخر حاجه. التجمع
التجمع، ودي فرصه ان بالمناسبه يمكن قرار المجلس قبل الماضي احنا قلنا ان النادي الاهلي قرر العرض على الجمعيه العموميه تاجيل الزياده المقرره في فرع التجمع حتى يتمكن من لهم الرغبه في الالتحاق باسره النادي الاهلي الكبيره العريقه الاستمتاع بهذا الفرع، اللي يمكن في الحقيقه لما احنا النهارده في النادي الاهلي لما بنوري الصور لضيوف النادي الاهلي، يمكن كان عندنا ضيوف بالامس من الفيفا والاتحاد الافريقي، يمكن حضراتكم اعلنتوا عن هذا الخبر، لما شافوا في الحقيقه اللي احنا بنعرضه عن النادي الاهلي كان محل فخر كبير من القاره الافريقيه بان يكون مثل هذا الفرع موجود داخل جمهوريه مصر العربيه. فدي فرصه يمكن من خلال برنامج ملك وكتابه اللي انا عارف متابعينه كتير ومحبين النادي الاهلي بيحرصوا على ان هم يبقوا موجودين في هذا البرنامج والاستماع ليه لما يتمتع به من مصداقيه ودقه الخبر اللي بيتعرض عليه، بنقول لهم لو عايز ابنك يبقى بطل انت عارف المكان، الحق وشارك في التجمع، الحق واستمتع بالخدمات اللي هتكون في الحقيقه وسام على صدر كل اهلاوي. يمكن انتم شايفين المبنى الكلاب هاوس شكله عامل ازاي صحيح. يمكن المسجد موجود بكامل تجهيزاته، شايفين مبنى اداره النشاط الرياضي اعتقد اللي هي المبنى اللي عليه شعار النادي الاهلي بكل تجهيزاته. التجهيزات يمكن احنا ان شاء الله من الاسبوع اللي بعد القادم بننتظر بس، وده يمكن هو اللي متاخرنا شويه اللي هو الفرش الداخلي، واحنا جايبينه كله استيراد من الخارج. مناطق العاب الاطفال ركبت بالكامل، اعتقد المناطق الالعاب المائيه اللي موجوده قدام المبنى الرئيسي او المبنى الاجتماعي للنادي اعتقد الصوره فيها اكثر من رائعه. النهارده الملاعب متعدده الاغراض الحمد لله، ملاعب التنس الحمد لله، ايضا يمكن احنا ان شاء الله توصيل التيار الكهربي عملنا تجربه له يوم الاحد سوف يتم توصيل التيار الكهربي. وهنا خليني انتهز الفرصه لشكر كل الجهات في الحقيقه اللي ساهمت في انجاز هذا الموضوع وخاصه جهاز القاهره الجديده في الحقيقه، كمان الاماكن حوالين من النادي الاهلي سواء كانت محيطة بالنادي والطرق المؤدية للنادي الأهلي. شكرا جزيلا لجهاز القاهرة بدأ يقوم بعملية التجهيز ليها بالكامل، ودي أيضا الحمد لله حاجة يعني بتعكس تعاون النادي الأهلي مع كافة مؤسسات الدولة المصرية والاحترام والتقدير المتبادل ما بين مؤسسات الدولة المصرية وأيضا مؤسسة النادي الأهلي. في الحقيقة ده كله بيؤدي الى ان هيبقى في مجموعه من الخدمات المتميزه، المنافس ايضا بقى لها النهارده اكثر من شهر دخلت واشتغلت على الارض، وفي منافس خلاص بدات جاهزه لاستقبال اعضائنا ان شاء الله في التجمع. اعتقد حاجات يعني بتقول للساده الراغبين ان هم يبقوا في اسره النادي الاهلي يلا ما تترددش، احنا النهارده في الامطار الاخيره من ان احنا نستقبلهم ونستمتع سويا بهذا الفرع الراقي اللي هيبقى محل فخر لكل المصريين بشكل عام ومحل فخر لاسره الاهلي بشكل خاص. دكتور، تم تاجيل تفعيل الزياده الجديده في الاشتراك الشيخ زايد التجمع لغايه امتى؟ اجلوها؟ لا، اتاجلت لامتى؟ تم عرضها على ان شاء الله الجمعيه العموميه حتى انتهاء الـ يعني السنه الماليه، نظرا كمان احنا عندنا يعني في الحقيقه دايما احنا بنبقى مقدرين دائما ما يمر به العالم واللي بينعكس على الدوله المصريه وبالتالي بينعكس على قدرات المواطنين، فاحنا بنبقى حريصين على كده. يمكن النهارده كان حتى الكابتن محمود كان عنده النهارده يعني لمسه جميله جدا انه كان بياكد على ان احنا كمان لازم نروح لاولادنا في كل الدول العربيه، ويمكن كان في تكليف النهارده للسيد الاستاذ طارق قنديل رئيس لجنه الشؤون العضويه الاستاذ محمد الغزاوي ان يعملوا تصور عشان يبقى في يعني جوله كبيره في كل منطقه الخليج تحديدا لتسهيل الاجراءات على الراغبين في الانضمام لعضويه النادي الاهلي سواء كان في مقر الجزيره، ايضا في مقر الشيخ زايد، ايضا في مقر التجمع الجديد ان شاء الله. وده طبعا ان شاء الله المجلس
طلب كمان واكد على كده ان خلال اسبوع سوف يتم تقديم هذا التصور، لان زي ما حضراتكم عارفين ان احنا يعني برضه حريصين كمان على تقديم بعض التيسيرات اللي تمكن الاعضاء اللي عندهم الرغبه يبقوا متواجدين معانا في كل فروع النادي الاهلي وفي المقر الرئيسي من خلال احد شركات التمويل الاستهلاكي لفتره سداد تسمح تصل الى 10 سنوات. ده برضه عشان يبقى تسهيل على الراغبين في الالتحاق باسره النادي الاهلي والاستمتاع بالخدمات دي. فاحنا يعني حريصين ان احنا يبقى عندنا اكثر من تصور ل التيسير والتسهيل على من يريد ان ينضم لاسره الاهلي العريقه ويستمتع بخدمات. يمكن كان عندنا النهارده حد من احد الضيوف دون داعي لذكر اسماء كان اول مره يخش النادي الاهلي بالمقر بالجزيره، يعني في الحقيقه كان متعجب من الوقار الذي فيه هذا المقر الرئيسي وايضا اللاندسكيب اللي موجود. شكل الزراعه بيقول انا دخلت انديه كتير في الحقيقه لكن لم ارى مثل هذه الهيبه وهذا الوقار وهذا الابداع في اللاندسكيب اللي موجود في النادي الاهلي المقر الرئيسي التاريخي للنادي الاهلي. فما بالك بقى حضرتك بالبنيه التحتيه الكبيره اللي موجوده الشيخ زايد، وايضا احنا يمكن بعجاله شديده كده بحضراتكم سمحتوا لي يمكن الشيخ زايد احنا ان شاء الله ايضا على موعد قريب جدا للملاعب بتاعه اكاديميه النادي الاهلي، مجموعه البارك الجراشات الزياده بنشتغل فيها على قدم وساق، ايضا البوابه اللي بتدخل للملاعب دي عشان عمليه الازدحام ما تبقاش موجوده قدم وساق. قدامنا برضو في خلال اسابيع سوف تكون في خدمه اعضاء النادي الاهلي بالشيخ زايد، ده برضو احنا يمكن حريصين عليه. وبمناسبه قمه المناخ يمكن احنا عملنا عمليه تشجير باكثر من 1500 شجره للملاعب الجديده في الشيخ زايد عشان عمليه المناخ الصحراوي وتحسين جوده البيئه وجوده الممارسه لعمليات التدريب لاولادنا في الشيخ زايد. ده كله موجود. يمكن كنا بالامس دي حاجات صغيره بالنسبه لنا في النادي الاهلي يعني، لكن دي برضه بتوكد بتبين ازاي النادي الاهلي عطاؤه عطاء متوازن عطاء منضبط. احنا بنعمل بنيه استثماريه كبيره تكفي تعمل استدامه لابناء النادي الاهلي على مدار ال 30 سنه اللي جايين، لكن في نفس الوقت عندنا بنيه قديمه احنا ورثناها عن رموزنا وشيوخنا في النادي الاهلي اللي هي في المقر الرئيسي وفي مدينه نصر، حريصين على عمليه الصيانه الدوريه. يمكن انتم كنتوا متابعين افتتاح الملاعب الجديده او الصيانه الدوريه لملاعب التنس اللي كانت موجوده في الجزيره، كان قبلها في الشيخ زايد كان عمليه الصيانه الدوريه لحمامات السباحه سواء كان في مدينه ناصر سواء كان في مقر الجزيره سواء ايضا في مقر الشيخ زايد. يعني احنا ماشيين في خطين متوازيين فعلا، اعتقد ان ده بيدي درجات عاليه من ثقه لاعضاء الجمعيه العموميه في ابناء النادي الاهلي ان هم قادرين على ان هم يقدموا النادي الاهلي بالشكل الذي يليق مع تاريخه ومبادئه وايضا رؤيته التطويريه للمستقبل. دكتور الحقيقه كانت يعني استفاضه مهمه جدا وقرارات في توقيت مهم جدا، بنشكر حضرتك عليها. شكرا جزيلا استاذ ابراهيم. شكرا ليك يا دكتور سعد. شكرا طيب جزيلا يا جماعة. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد كلها اخبار ساره جدا الان لاعضاء وجماهير النادي الان. وبعد ما سمعناه وما شهدناه وما سوف يحدث للنادي الاهلي، فاننا شهدنا نموذج لما ينفع الناس ويمكث في الارض. عشان كده انا بقول ان تعيش الوهم هذا شانه، وأن نعيش الواقع فهذا فخرنا. إبراهيم، ده كلام مهم جدا يا جماعة، وأعتقد منتهى الشفافية منتهى الوضوح منتهى الانضباط حتى في عرض الأمور. شفنا الدكتور سعد الشلبي بكل لباقة ولياقة وبمنتهى الشفافية الموقف المالي للنادي. احنا بنتكلم في ميزانية بلغت 3,087,000,000 جنيه، الميزانية الأعلى لأي نادي رياضي مش في مصر، أعتقد في المنطقة العربية وأفريقيا ما في نادي ميزانيته تصل إلى هذا الرقم، 3,087,000,000 جنيه. جزء كبير منها يا أستاذ إبراهيم ترجم إلى أصول ثابتة. لما أجي أبص على مع كل هذه الإنجازات وهذه الإنشاءات اللي بتدعم البنية التحتية للرياضة المصرية واللي بتقدم
كل الخدمات لصناعة بطل يخدم مصر ويشرف بلده. بعد كل هذه المقرات وهذه الإنشاءات الضخمة والجدول أو الأجندة الرياضية الحافلة بالبطولات والأبطال، لا، فائض الميزانية 149 مليون 149 مليون 853 ألف جنيه. أعتقد أداء مالي يستحق عليه مجلس الإدارة كل التحية والتقدير، وأعتقد كانوا يستحقوا فعلا أن كابتن خطيب برغم ظروفه المرضية وعلاجه في باريس يحرص أنه يعمل مداخلة معهم أثناء الاجتماع عبر خاصية الزوم عشان يشكرهم ويهنيهم ويأكد تقديره لأداء المجلس اللي وصل بهذا الفائض لهذا الرقم وهذا الأداء المشرف جدا. شيء يخليك كل يوم تطمئن على النادي الأهلي وتفخر به وما تخافش عليه فعلا، لأن النادي الأهلي يأخذ بالأسباب وينظر إلى الغد ويسبق يستبق يعني يستبق أو يسبق الأزمات. فما انتش بتحس ان عنده ازمه ليه؟ لانه سابقها. أيوه. بتيجي بتلاقي الحل. أيوه. بتلاقي الحل اللي حلها. أيوه. مش انك تعمل ازمه تبتلع ازمه. أيوه. لانك ده بيؤدي الى ايه؟ انك انت بتاجل الازمه وبتخلق ازمه جديده عليك ان تؤجلها مره اخرى فتنتهي في الامر وقد تتفاقمت الامور. أيوه. وده اللي احنا بنقوله، الشيء الوحيد اللي خليك تنطلق ان تواجه مشاكلك او ان تتنبأ بها وأن تتحسب لها وأن تحذر منها وأن تتلافاها بقدر الإمكان. النجاح أنك تتلافى الأزمة مش أنك تحلها. وكان كمان كلام في منتهى الشفافية والوضوح ما يتعلق بما تم ترديده عبر السوشيال ميديا عن خطاب بتخصيص قطعة أرض في العالمين الجديدة للنادي الأهلي. أكد الدكتور سعد شلبي أنه المجلس قال أنه لم يصل النادي بعد أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن، وإذا وصل سيتم تشكيل لجنه لدراسه الامر ودراسه جدول ليه قبل البت. نموذج لمواضيع الزبد. الادعاء المستمر بامور مش موجوده. مش موجوده. يعني خلينا في الكوره في الاول كده عشان نبسط للناس. محمود متولي يروح يتعور، حواديت وتاليف وقصص. طيب عايزين يجي ياسر ابراهيم مكانه، حواديت وتاليف وقصص، الى ان تظهر الحقيقه على لسان المشرف على كابتن حازم ماهر المشرف على المنتخب الاول. الراجل اللي اعتذر ولا اي حاجه، لان الشغل المحترف يا جماعه ان يحصل عمليه تسليم وتسلم من النادي للمنتخب، يقول بالذات في الحالات اللي محتاجه تنويه. فلما يجي عايز لعيب زي ياسر ابراهيم كان في الخطه ان ياخد حمل مضاعف وبعدين يبتدي ياخد اجازه او يخفف حمله، فجاء في التوقيت انه ياخد اجازه المنتخب طلبه. فكان من المهم تقليل الاحمال بقى. كان من المهم انك تقول لهم احنا كان الراجل ده واخد حمل مضاعف، خلوا بالكم وانتوا بتنسقوا في احماله. فالمدرب وجد انه من الاحكم انه يجيب لعيب تاني، لكن التاليف وتاجيج انت ارجوك تكون جايبها بعد كده عشان انا هتلاقي فيها تفصيل. لان انا عندي كلام في هذا الامر مهم جدا. هنطلع لفاصل. قبل الفاصل عايزين نهني الصديق العزيز الزميل ايهاب الخطيب رئيس القناه في مناسبه عيد ميلاده النهارده، وايضا رزق بمولوده مع بعض. بسم الله ما شاء الله، هو ومولوده في عيد ميلاد واحد. الحقيقه يعني كل سنه وانت طيب يا ايهاب، وكل سنه وانت في احسن صحه، والف مبروك لاستقبال المولود الجديد، وربنا يجعله ازاي المناسبتين دول ما السعاده لم يتم الاحتفال بيهم والاهلي ان شاء الله. ازاي انت بتكروتنا يا استاذ ايهاب، كان لاجب نحتفل بيك بشكل اكثر، تستحقه الحقيقه، ولكن يبدو ان العمل استغرقه. يعني مبروك مبروك مرتين. مبروك وكل سنة وانت طيب زميلنا العزيز إيهاب الخطيب. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف بقى موضوع الحلقة. أهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي فيه هذا القدر العالي من الشفافية والانضباط والحرص على كشف كل الحقائق لأعضاء وجماهير النادي وتطمينهم على حاضر ومستقبل النادي. لكن زي ما تعودنا ضربة البداية وإن كانت متأخرة شوية تبقى دائما مع مقالي وما قالوا. طب وبعدين خير؟ لا حاجة زادت قوي، وده اللي خلاني أفكر. منتهى الفبركة.
منتهى التجرؤ على على حقك الشخصي. استاذ ابراهيم انا في صفحات وقلت مره واثنين وثلاثه وعشره وهقول 100 مره ليس لي اي حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس لي. فان ينسب الي امور حتى لو كانت يعني البعض يعني شايف انها بتمدح فيا بستحق عليها الشكر، لا ادعي ان انا استحق الشكر على اي حاجه تيجي على لساني في وسائل التواصل الاجتماعي، لاني ماليش لان انا عارف امتى هيبتدوا يحطوا السم في العسل. مثلا ليلة نظر القضية بتاعت لافتة نادي القرن، حاطين على لساني ان انا صرفت الحكم قبل الحكم بيوم. هل ده معقول؟ هل ده حد عاقل يصدقه؟ هل ده ممكن يحدث ان الحكم يتسرب وانا اسمع اقول على حسابي وما هوش حكم وما فيش حكم، وانه كمان ادعاء؟ لان الموضوع مش كده. تصوير الامر ان دي قضيه نادي القرن هي قضيه حقوق تجاريه تخص النادي في او تخص استخدام هذا اللقب، هي حقوق تجاريه. فمحاوله الخبث الشديد انك انت تزقها اولا عشان تضغط على الراي العام، ها، او انك تتباهى او يعني زجاء الحكم بغير هذا، او شوف قالوا لكم ايه طلع ايه، لا احنا ما قلناش حاجه. وعشان تبقوا عارفين غالبا الاخبار دي مزقوقه من اتجاه اخر، فنخلي بالنا. لان استاذ ابراهيم انا يعني انا طلبت من الاستاذ محمد عثمان احاله الامر الى الى النيابه وتعقب مرتكب هذه او الذين يعني اقحموني في مثل هذه المواقع عشان يلقوا الردع الكافي، لان الموضوع خطير. ان حد يعمل حاجه باسمك يعني يا استاذ ابراهيم انت مدرك هذه الخطوره، في منتهى الخطوره في منتهى الخطوره، لانه حسابات مضروبه. المهندس عدلي اتكلم قبل كده بدل المره 10 قال ان انا ماليش اي حسابات، ملوش اي حسابات لا على الفيسبوك ولا على تويتر. طلبت منك تنكر وطلبت من استاذ جمال جابر وانكرنا ينفي ونفينا هنا في البرنامج، لكن اما توصل لدرجه ان انت عايز تسرب حاجه او عايز تدعي حاجه عشان تقول للتاثير على المحكمه بشكل او باخر، فتتعمل حسابات مضروبه تستخدم في توقيت قاتل ليله محاكمه، لا اعتقد المساله ما كانش ينفع السكوت عليها. وحسنا فعل المهندس عدلي ان طلب من المستشار القانوني لنادي الاستاذ محمد عثمان تقديم بلاغات للنائب العام ضد هذه الحاله علشان الامور تقف. كل واحد يخطئ لازم أن يحاسب، لان الادعاء بهذا الشكل انت النهارده بتستخدم ده في كده بكره هتستخدمه فيما هو اخطر، وده كمان امر خطير جدا ان انت تدعي على المحكمه صدور حكم معين للتاثير عليها بشكل في اتجاه اخر، مساله في منتهى الخطوره والتجرؤ على هيبه المحكمه نفسها. فانا اعتقد مساله كان من اللازم اتخاذ الاجراءات القانونيه ضدها. ده كان قضيه. طب وبعدين يعني الامر ده هيستمر كده؟ لا، ما هو ما انت اللي تملكه انك تبلغ الجهات القضائيه والمسؤوله يعني اتخاذ الاجراءات اللازمه. ولابد ان هناك من الاليات والوسائل ايضا مع الحسابات دي. ايوه لازم يتعمل فيها حاجه. ايوه ما ينفعش ان الدنيا تتساب بالشكل ده. الوضع مش صح وخطير، لانه ممكن ينسب اليك حاجات مرعبه يعني. فاتمنى ان احنا نوصل لحلول. يعني ده حتى ملك وكتابه، ما فيش صفحات معموله باسم ملك وكتابه وصورنا، ما فيش ضمير خالص يا استاذ ابراهيم. ايه ده؟ ايه ده يعني يا جماعه؟ حساب احنا وصلنا لايه ما يخص ملك وكتابه ضمن السوشيال ميديا بتاعت القناه الرسميه؟ ايه تلامذة ابليس دول؟ دول تلامذة ابليس اللي بيعملوا هذا الكلام، تلامذة ابليس، واللي بيصوروا صور فيك واللي يعملوا اخبار متفبركه واللي يسيئوا الى الاعراض والى العائلات والى الاسماء الشريفه دي، دول ابناء ابليس. ابناء ابليس. ايوه يعني ابالسه، جينات ابالسه. ولا يمكن ان يتركوا كده. يعني يجب ان يعاملوا بمنتهى الردع. ظاهره خطيره فعلا، لانه مساله ما عادش ينفع السكوت عليها. وبتعمل بقى خد بقى فيها في كل ما فيها من فبركه واخبار مدسوسه وتصريحات ما حصلتش. وبعدين يا اخي يعني انت فاهم ان بيخش لك قرشين من الحكايه دي، ما ده مال حرام.
ايوه يعني ولو ان اللي بيعمل كده مدمرة كمان على فكره اللي بيعمل كده لا يهمه حرام ولا حلال، لانه لو عنده هذا الوازع مش هيعمل كده من الاساس. اه دي كانت مساله مهمه جدا يا جماعه. عايز اقول لكم انه اتحاد الكوره من جانبه برضه بيرتب هو الاخر للمرحله اللي جايه. المنتخب بيواصل استعداداته، المنتخب الاول بيستعد لمباراه بلجيكا اللي هتكون باذن الله يوم 18 في الكويت، هيسافر المنتخب. لكن كمان الاستاذ جمال علام والاستاذ خالد الدرندلي والحاج عامر حسين رئيس وامين صندوق وعضو اتحاد الكوره هيسافروا الى الدوحه لحضور كونجرس الاتحاد الدولي اللي بيعقد على هامش بطوله كاس العالم اللي قطر استعدت لها بكل التفاصيل. قطر وكاس العالم آه. يا اخي حاجه، ما هو ده برضو نموذج للزبد. يطلع لك بلاتر كده من تحت الارض يقول لك انا ندمان وغلطتي. هو ندمان وغلطته لان اطاحت بيه، لازم يندم لانه هو ما قدرش يستوعب انه هيخش في خصومه مع مين، مع جبابره المانيا وامريكا وانجلترا اللي هم يصدروا لك كل شيء وعكسه. أي. حقوق الانسان والاعتداء على حقوق الانسان. أي. الديمقراطيه والديكتاتوريه اللي ما يصبش في مصلحتهم فلازم يتنسف. فهو راح، هو يبدو انه يعني حاس ان ربما القرار ده كان احد الاسباب التي اطاعت به. وهو يعني على طول اعقبها التحيات اللي تمت والادانات اللي تمت. فطالع دلوقتي يقول لك ان قطر إيه؟ قطر بعد كل مستكترين على بلد عربي انهم ينظموا هذا الحدث. طب استنى لما الحدث ينطلق وقيمه وشوف المستوى، انما تبقى مش يمكن تفخر، ايه اللي يخليك تندم؟ مش يمكن تفخر. احنا نتمنى اما وان قطر اصبحت هي تمثل العرب في هذا الصور لملاعب المونديال المجال في قطر. يبقى نتمنى لها التوفيق. والتوفيق يعني ياتي من ثقافه يعني خلي بالك ده حدث ثقافي. ايوه هذا حدث ثقافي. لانه اولا هيسيب بنيه تحتيه هائله هتستخدم في مجالات ال في كل مجالات الحياه. يعني تخيل كل هذه المنشآت هتؤدي الى اقامه الاحداث يعني تسمع انهم عايزين ينظموا دوره الاولمبيه البعد القادمه. عندي منشآتي وعندي النهاو وعندي الخبرات التي تكرست، عندي السمعه الدوليه، واذا نجح اعتقد انه الخطوه الجايه هيطلب الدوره الاولمبيه. كل هذا يعني يدعو ان احنا نقول لا، ادوا العرب فرصتهم وشوفوا، شوفوا مصر ما استضافت هذا الحدث العجيب اللي ملوش نظير على مستوى العالم. قيمه المناخ ده، المناخ ده صحيح، ايه اللي حصل؟ رد الفعل التنظيمي كان عامل ازاي؟ صحيح، مفخره حقيقه. ادوا العرب فرصه، وادوا المستشار القانوني للنادي الاهلي الاستاذ محمد عثمان فرصه عشان يقول لنا حقائق الامور. مساء الخير يا استاذ محمد. ابراهيم مساء الخير على حضرتك والباشمهندس عدلي وكل مشاهدات القناه. تحياتي وتحيات المهندس عدلي، وانت الايام دي الله يكون في عونك. ربنا يخليك واهلا بيك وتحت امرك. هتعيش موسما حافلا يا استاذ محمد. احنا معتادين على هذه المواسم الحافله يا باشمهندس. واهلا بيكم وتحت امرك. طيب الجزء الاول ما يتعلق بحكم المحكمه الاقتصاديه بتعليق نظر قضيه لافته نادي القرن لمده شهر. هو بس بدايه انا عايز اساله سؤال. هي القضيه دي مضمونه ايه؟ الاهلي كان عايز ايه من القضيه دي؟ طيب هي ببساطه شديده هذه القضيه بدات بقرار للجنه القانونيه في النادي الاهلي باتخاذ الاجراءات القانونيه بعد ان قام رئيس نادي الزمالك بتعليق يافطة على نادي الزمالك تضمنت عبارة نادي القرن الحقيقي. نادي القرن الحقيقي ثم أضيف لها نادي القرن الحقيقي لكرة القدم. خليني أوضح لحضرتك حاجة والناس تبقى فاهمها واضحة جدا عشان هذا الأمر بيثير اللبس لدى الجمهور.
افرق بين حاجتين، افرق بين لقب نادي القرن، وهذا اللقب هو اللقب الذي تحصل عليه النادي الاهلي من الاتحاد الافريقي في جوهانسبرغ، وتسلم هذه الجائزه الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه. وبالتالي النادي الاهلي هو نادي القرن الافريقي، ده امر يعني غير قابل لا للمناقشه ولا للجدل ولا لاي شيء. والاتحاد الافريقي بيخاطب النادي الاهلي بهذه الصفه، وكل الاتحادات الدوليه والاتحاد الدولي الفيفا يخاطب الاهلي بهذه الصفه، ومن ثم صفه حصول النادي الاهلي على نادي القرن هذه مساله منتهيه وغير قابله للنقاش. طيب النادي الاهلي بعد ما حصل على اللقب عمل ايه؟ النادي الاهلي بعد ما حصل على هذا اللقب في سنه 2000 تقدم لاداره العلامات التجاريه لتسجيل كلمه نادي القرن كعلامه تجاريه للنادي الاهلي، هذه العلامه التجاريه النادي الاهلي بيقوم باستغلالها وبيقوم ببيعها، ومن ثم بعد سنتين من البحث بمعرفه اداره العلامات التجاريه تم تسجيل علامة تجارية يمتلكها النادي الأهلي لوضعها على عدد من المنتجات يبلغ أكثر من 52 منتج تحديدا. تفضل. بعد وضع مسمى نادي القرن الحقيقة على لافتة على أسوار أو على في محيط نادي الزمالك، اللجنة القانونية ارتأت إن هذا الأمر بيعتبر نوع من التعدي على عنصر من عناصر العلامة. باختصار كده تعدي على الحقوق التجارية. بالضبط كده، ان ده يعتبر نوع من التعدي على الحقوق التجارية للنادي الاهلي. طيب احنا في هذا الاطار اتخذنا هذا الاجراء، ثم في لجنة على اعلى مستوى، يا ريت حضرتك بس تركز معايا في هذه الجزئية، في لجنة على اعلى مستوى فني من قبل وزارة التجارة الخارجية والصناعة بنقطة الاتصال اللي هي شؤون حمايه حقوق الملكيه الفكريه بطبقا للقانون 82 لسنه 2002، ده قانون حمايه الملكيه الفكريه. هذه اللجنه فحصت كل التفاصيل وانتهت الى ان النادي الاهلي مؤسسه اهو، يعني اللجنه قالت النادي الاهلي منشاه رياضيه خاضعه لمديريه الشباب والرياضه، مركز النادي الاهلي بتمتلك العديد من العلامات التجارية ومنها العلامة التجارية النادي الأهلي نادي القرن تحت رقم 204449 على جميع خدمات الفئة 35 دون غير، وكذلك العلامات التجارية أيضا المملوكة للنادي الأهلي النادي الأهلي نادي القرن تحت رقم 304555 على جميع الخدمات. وبالتالي احنا بنتحدث أو اللجنة هكذا قالت إن الأهلي يمتلك علامات تجارية مسجلة وتتمتع بالحماية القانونية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه. نادي الزمالك على الجانب الآخر بتاريخ 5/7/2020 تقدم بطلب لتسجيل علامة تجارية تحت مسمى نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم. هذا الطلب تم تقديمه بتاريخ 5/7 في سنة 2020، وهذا الطلب تم رفضه. يعني سجل حضرتك عليا ان الجهة الإدارية المختصة فيما يخص الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك رفضت هذا الطلب. رفضت هذا الطلب ليه؟ لان في شرطين اساسيين لتسجيل اي علامة تجارية. الأول ما يسمى الأطباقية، يعني من تقدم الأول، والأهلي مسجل هذه العلامات من 2002 يعني من حوالي 20 سنة. الأمر الثاني تقديم المستندات الدالة على امتلاك العلامة أو المسمى، أو هي ما نسميها الصفة، بمعنى أنا بقول إن فلان هو نادي القرن يجب أن تتضمن الأوراق والمستندات وجود جهة رسمية مانحة. هذه الألقاب بتمنحها الاتحادات الرياضية بضوابط معينة. عايز بس إيه عشان ألخص للناس، إذن هناك شرطان، الأول الأسبقية وهو إجراء شكلي، إذا قبل نخش في الموضوع اللي هو الثاني. مين اللي اداك ده؟ المستندات التي تدل على حصولك والجهه المنحه.
المستندات الداله، الطلب اللي قدمه نادي الزمالك خلى من اي مستندات داله، ومن ثم فان الجهه المختصه رفضت الطلب الذي تقدم به نادي الزمالك تسجيل. اذا شكلا وموضوعا تم رفض الطلب. ومن ثم ان العلامه المسماه او الطلب اللي تحت نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي لكره القدم، هذا الطلب تم رفضه. من قبل وزاره التموين. من قبل كله. من قبل وزاره طبعا. التموين اللي هي الجهه اللي بتعتمد العلامه التجاريه. لان ايضا من ضمن الشروط، خلي بال حضرتك، عشان امنح مسمى او صفه او علامه تجاريه لشخص او كيان، هذه المساله بتستغرق فحص لا يقل عن سنه. يعني انما في كل الاحوال يجوز لاي شخص او اي كيان عايز يتقدم بطلب لتسجيل علامه، ما فيش ما يمنع اي حد ماشي عايز يتقدم، ما فيش ما يمنع لاي شخص او جهه ان يتقدم بهذا الطلب. انما هو العبره الفحص، ان لا يكون هناك كيان او شخص اخر يمتلك هذه العلامه. لان هذه المساله برضو يا استاذ ابراهيم يا باشمهندس عدلي مش مرتبطه بقوانين محليه، هذه المساله ايضا مرتبطه بقوانين دوليه بتحمي هذه العلامات، لان العلامات التجاريه دي مرتبطه بعيدا عن الشق الرياضي الخاص بالنادي الاهلي، ايضا مرتبط بالتجاره الدوليه. يعني من ضمن الامور ان يجب ان يكون البيان التجاري، لان هذه العلامات بيتم وضعها على سلع تجاريه وبيتم تداولها. فبالتالي علامه الاهلي بشكل قاطع المسألة منتهية، وبالتالي القضية اللي احنا رفعناها بنطالب فيها بتعويض، هو ما تمش التعدي على العلامة بشكل كامل، لكن هو اللجنة قالت ان عنصر من عناصر العلامة، التعدي تم على عنصر من عناصر العلامة. احنا بنرى ان هذه العلامة النادي الاهلي بيستغلها تجاريا، وفي كل عقودنا احنا بنبيع هذه العلامة التجارية، والنادي الأهلي له حقوق تجارية في هذا الشأن، وبالتالي وضع اللافتة وعليها هذا المسمى احنا بنرى ان احنا تضررنا من وضعها، لانها ممكن تثير خلط لدى الناس. لكن لا يوجد اي جهة رسمية تستطيع التعاقد مع اي كيان اخر غير النادي. اصلها واضحة يا محمد بيه، واضحة، لان هو لم يقم بتسويق هذا الامر في اي نشاط تجاري، فواضح انه مش هيقدر يستخدمه. ولكن القضيه كده ببساطه هي قضيه دفاع عن حقوق تجاريه لا علاقه لها باقرار امر تم اقراره واثباته من كل الجهات المعنيه فعشان ما حدش يلعب في المساحه دي، هي قضيه في حقوق تجاريه تم الاعتداء على عنصر من عناصرها يخص النادي الاهلي. مظبوط يا فندم؟ تقدير بالظبط زي ما حضرتك قلت، تقدير الضرر ده امر متروك امام المحكمه، والمحكمه القضيه علقت للشهر القادم، ادعى هذه الدعوه مستمره وما زالت منظوره امام المحكمه، وننتظر حكم المحكمه فيها فيما يخص التعويض عن هذه الاضرار. التعليق ده من الناحيه القانونيه، ايه الفرق بينه وبين التاجيل؟ لا، هو التعليق ممكن اولا ده سلطه للمحكمه، في حال ما اذا كان هناك اي اوراق المحكمه ممكن تكلف احد الخصوم باجراء معين، ففي نوع المحكمه ترى ان هو ما تمش تنفيذه، في النهايه امر سلطه تقديريه. والتعليق ده هو بيسمى في النهايه هو تعليق مؤقت او وقف مؤقت، يتم بعدها استمرار تلك الدعوه بعد انتهاء مده الشهر، وستستمر هذه الدعوه وننتظر القضاء يقول فيها كلمه. طيب، اذا ما يصدر عن هذه المحكمة الاقتصادية في هذا الشأن هو امر يخص هذا الحق في العلامة التجارية. حصول الاهلي على تعويض لا يعزز اللقب في حد ذاته، او حصول الزمالك على حكم او غيره لا يؤثر على القرار الرياضي اللي منح للاهلي من 20 سنة فاتوا بانه الاهلي نادي القرن، وكانت الجهة المانحة صاحبة الحق الاصيل في ده الاتحاد الافريقي لكرة القدم. على الإطلاق هذه القضية بشكل عام لا علاقة لها باللقب، اللقب ممنوح من جهة، هذه الجهة معتمدة دولية وفقا لضوابط، وهذا الأمر محتوم ومنتهي وغير قابل للنقاش. عشان ما نرددش هذا الكلام، إحنا بنتكلم في تعدي على علامة تجارية إحنا بنسوقها، والأهلي له فيها حقوق تجارية، إحنا ارتأينا
ان محاوله اختلاس او التعدي على هذا اللقب بهذه الصوره يضر بينا. الدليل ان الاهلي اللي بيبيع هذه الحقوق سيستمر يبيع هذه يمتلك هذه العلامه، واني مساله تسجيل علامه مشابهه فشلت وستفشل، لان تسجيل العلامات ايضا بيخضع للقانون المصري، لكن مصر موقعه على اتفاقيات دوليه تحمي هذه العلامات، لان هذا الامر مرتبط ايضا بالتجاره الدوليه ومرتبط بالمنافسه. لا دي بحقوق كتيره جدا. وبحقوق كتيره جدا، لان انت عندك في مصر انت عندك شركات عالميه بتمتلك علامات، لو تم العبث او اختراق هذه المنظومه القانونيه بصوره او باخرى انت بتتكلم في تاثر لحركه التجاره الدوليه. طيب دي قضيه يعني نتمنى ان هي تكون واضحه للجميع بهذا الشكل. ما يخص امبارح برضو اعلن انه المحكمه الاقتصاديه حددت جلسه 30 نوفمبر اعتقد لنظر دعوه اقيمت من الكابتن الخطيب والاستاذ محمد سراج وحضرتك والكابتن شوبير ضد مرتضى منصور امام المحكمه الاقتصاديه. ايه التفاصيل فيها؟ دي قضيه من هذه القضيه احدى القضايا اللي كان بيحققها مكتب النائب العام. هذا البلاغ تم تقديمه في سنه 20، وده واحد من البلاغات الثلاثه اللي كانت راحت لمجلس النواب، ومجلس النواب رفض رفع الحصانه. بعد توالي الحصانه ظهرت ادله جديده في هذه القضايا، ومن ثم استمرت هذه القضايا، وتم بجريمه سب وقصف باستعمال وسائل الاتصال والازعاج عن طريق وسائل الاتصال، وهي جريمه من الجرائم اللي بتحس فيها وجوبي وبتختص بنظرها المحكمه الاقتصاديه. طالما تم استخدام حساب او وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي او تليفون فهذه الجريمه بتختص بها المحكمه الاقتصاديه. هذه القضيه تم تحقيقها على مدى سنتين كاملتين. النيابه العامه بذلت جهود على اعلى مستوى تقني وفني فيها وصولا للفاعل، ودي كانت مداخله في احدى القنوات ثم اعيد نشرها على الصفحه الشخصيه الموثقه للمشكوك حقه، ومن ثم تقرر تحديد جلسه 30 نوفمبر كمحاكمه جديده لمرتضى منصور امام المحكمه الدائره الثانيه في المحكمه الاقتصاديه. القضيه دي تقريبا دي مداخله اتشتم فيها حوالي 15 او 20 واحد، لكن اللي تقدم ببلاغات الاربعه الكابتن محمود الخطيب والكابتن احمد شوبير والمهندس محمد سراج وشخص متواضع، فبالتالي هذه القضيه محاله والمجني عليهم فيها احنا الاربعه وننتظر ان شاء الله. ده تمام. حضرتك قدمت بلاغ للمهندس محمد سراج مش كده؟ محمد سراج احنا مقدمين له اكثر من 5 بلاغات. البلاغ القضيه اللي اتحدد لها جلسه 30 ده بلاغ من سنتين. اما البلاغات الجديده خلاص خدت طريقها في التوثيق والمعلومات ولدى النائب العام، لان تم التعدي على المهندس محمد سراج ايضا بالسب وبعبارات غير لائقه خلال الايام القليله الفائته، فبالتالي كل شتيمه بتعمل بيها قضيه، كل برنامج قضيه مستقله. القول انها قضايا متشابهه او هي نفس الموضوع يعني هذا كلام عبث، والناس فاهمه والمشتغلين بالقانون ان كل وقعه من هذه الوقائع تمثل جريمه مستقله تماما. طيب يقودني هذا الامر ان افكرك بيا بالمواقع التي تنسب اليه، وعلى فكره ملك وكتابه ايضا له موقع مش بتاعنا وممكن يتحط فيه اي حاجه يعني. والله انا كنت شفت حساب منسوب لحضرتك من كام يوم كده، وكان الكلام يعني مش دقيق، فانا كنت بتحدث مع اخي وصديقي وصديقك الاستاذ ابراهيم المنيسي وقلت له مهم الباشمهندس عدلي هذا الحساب الذي يحمل اسمه زورا يجب ان يتقدم باجراء ضده. طب ما احنا عايزين نبتدي على طول. هو عمل لك توكيل على الهوا اهو. التوكيل عندي، انت ناسي ولا ايه؟ عندك توكيل صحيح. لا ما عنده التوكيل. طب خلاص تشرع بقى في تقديم البلاغ. من يوم السبت ان شاء الله انا اتقدم ببلاغ ضد الصفحه اللي بتنتحل اسمه وملك وكتاب. والبرنامج ملك وكتابه برضه نفس المشكله. حاضر تحت امرك. ان شاء الله يتم اتخاذ الاجراءات دي.
ربنا يقويك ربنا يقويك. هل لديك اقوال اخرى سياده الافوكاتو؟ معاك مهاب بقى يعني ما شاء الله يشيل شويه. ربنا يخليك يا باشمهندس وتحياتي لحضرتك، ويا رب اكون وضحت الصوره لو في اي حاجه. لا سهله سهله، وانت وضحتها بشكل بسيط جدا وقانوني تماما. هي دعوة تجارية لاستخدام حقوق ليست من حق أحد أن يستخدمها. شكرا. شكرا جزيلا للمحامي الكبير الأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي. وأعتقد كان مهم جدا الفصل ما بين النزاع اللي على علامة تجارية وأصل القضية نفسها في جدارة الأهلي بنادي القرن. لا جدارة، هم مش جايين ناحية دي يا أستاذ إبراهيم. هم دلوقتي ابتدوا يقولوا لك حتى كلام يعني ينسب الى بعض الناس، يقول لك احنا نقصد نادي كره اليد ونقصد الكريكت ونقصد يعني هم ما فيش. لا انت بتتكلم على عشان انت ما رحتش للجهه المانحه. ايوه. انت رحت لوزاره التموين عشان تسجل لك علامه. ايوه. مش من حقك، انتهت. بص يا جماعه، في جزئيه نادي القرن، علشان دي جداول مهمه تشوفوها على ملك وكتابه. احنا الاستاذ محمد عثمان اتكلم على انه الكابتن محمود الخطيب استلم الجائزه. عارفين استلم الجائزه على هذا الاساس، النادي الكابتن صالح استلم الجائزه وقتها في جوهانسبرج، الاهلي الاول اول القرن العشرين. احنا بنتكلم 20 سنه في القرن الجديد، ال 21 اهو. لا خلينا الاول في الجدول الاولاني، الاهلي 40 نقطه، الزمالك 37 نقطه، الجدول الاول. احنا مش قبل التراكمي، الجدول الاول اللي على اساسه الاهلي نال اللقب. الاهلي 40 نقطه، الزمالك كان الثاني 37، اشانتي كوتوكو 34، كانون ياوند 34، الترجي 27. خدوا بالكم الاسماء لانه الناس اللي فضلت متفرغه للمهابره والمناهده هتشوفوا الدنيا فرقت ازاي بعد كده. الترجي الخامس، واسك الميموزا الخامس، والعاشر شبيبه القبائل الجزائري 22 نقطه. دول العشره الكبار في القرن العشرين في افريقيا، اولهم الاهلي وثانيهم الزمالك، وده شيء فخر للكره المصريه انه الاهلي والزمالك اول وتاني. دخلنا في القرن الجديد، خدوا بالكم المنطق اللي الاتحاد الافريقي عمله سنه 94 هو اللي ساري لغايه دلوقتي. اللي بيعترضوا المفروض ما يشاركوش في اي بطوله افريقيه، التصنيف فيها قائم على هذا الاساس، والمعدل بتاع النقاط ماشي بنفس الكيفيه. التراكمي بقى لما اضيفت، يعني قبل التراكمي نشوف القرن الجديد ال 22 سنه الاخيره او الحاليه اهو 101 نقطه. الاهلي في القرن الجديد، القرن اللي فات كان واخد 40، دلوقتي واخد 101. شوفوا نتيجه العمل بتاع الاهلي، انه طبعا في بطولات كتيره اضيفت، في بطولة كأس العالم بقت ليها نقاط، في بطولة السوبر انتظمت، دوري الأبطال وهكذا، والأهلي كان عنده حقبة ذهبية كبيرة. أصبح الأهلي 101، الترجي قفز بقى الثاني 63، مازيمبي أو الثالث مازيمبي، الرابع النجم الساحلي، الخامس الوداد، الزمالك تراجع بعد ما كان الخامس في الثاني في القرن الماضي بفارق ثلاث نقاط بس على الأهلي، رجع بقى الزمالك الكام دلوقتي؟ الخامس ب 38 نقطة. يعني بالظبط تقريبا ثلاث أضعاف الأهلي، ثلاث أضعاف الزمالك. الأهلي 101 والزمالك 38. الزمالك اتأخر كتير. بعد منه بقى الرجاء 37 وهكذا، صن داونز العاشر في 29. ده نادي القرن الجديد. دي نبوءة ورغبة وحلم الكابتن صالح سليم الله يرحمه وهو بيداعب الحضور ويقول لهم اتمنى ان احنا في نهايه القرن الجديد بس ازاي يعني خمسة نيجي ونبقى هنا الاهلي نادي القرن الجديد. الجدول ده عايز تصحيح يا جماعه، الخامس الوداد ب 44 والسادس الزمالك، السادس مش الخامس، ب 38. هو على اساس ان في تكرار. مفيش تكرار. 44 و 38. في 63 و 63. استاذ ابراهيم فين؟ الثاني الترجي 63. طب كويس. الثالث مازيمبي 63. حلو قوي. واخد بالك؟ هو المفترض ان انت حسبته ده تاني. ماشيني كويس، ازاي الاثنين 44 و38 ياخدوا نفس الرقم المكرر؟ انت تحط الثاني مكرر، لكن الزمالك والوداد مش زي بعض. يعني ده يبقى خامس وسادس. خامس وسادس. والمازيمبي هو الترجي ومازيمبي هم السبب ان هم تساووا في 63. يعني
يعني 63 ده الثاني والثاني مكرر وبعدين الرابع زي ما حصل في السابع والتاسع. هو بص ما فيش الثامن، سابع أيوه. سابع تاسع هي كده. ليه؟ لانه في 31 و31 هي كده يا استاذ ابراهيم. فهو زمالك هنا السادس مش الخامس. ايوه، انك انت اللي فوق منه هو اللي مكرر. ال 63 وال 63 الثاني مكرر بالظبط. فياخد نفس الرقم، يعني الترجي الثاني ومازن بالثاني برضه. طيب ده شفنا الجدول بتاع القرن العشرين وشفنا جدول القرن الواحد وعشرين، التراكمي مضاف على الاثنين. هتشوفوا الجدول بقى الاهلي 141، ال 40 بتاعت القرن العشرين وال 101 بتاعت القرن الجديد. اذا دي حسابات الاتحاد الافريقي اهو التراكمي اهو. ادي التراكمي، الترجي بقى 90 استقل بالتاني، إضافة الرصيد بتاع القرن العشرين بقى 90. التراكمي الزمالك عشان أضاف له 37 نقطة فبقى الخامس 75 لوحد. فبقى انفرد بالمركز الخامس. الخامس لوحده. ده التراكمي في القرنين اللي بيحفظ نتائج القرن اللي فات مع القرن الجديد. القصد من ده إيه يا جماعة؟ بصوا دي حافظ لحقوق كل الأندية الأفريقية منذ بداية المسابقات القارية سنة 1964. ما في حد لعب مباراة إلا وخد عليها نقاط حسب الدور اللي وصل له، والحسبة كانت في منتهى الوضوح. بالمناسبة النادي الأهلي يعني حافظ على هذا التصنيف بهذا الشكل، بل إن الفجوة وسعت جدا بينه وبين أقرب منافسيه اللي هو الترجي حتى الآن ومازيمبي الكونغولي. الزمالك تأخر كثيرا، لكن الحديث عن جدارة لقب منح من 20 سنة أو 22 سنة امر اعتقد فيه عبث كتير جدا. مش عبث يا استاذ ابراهيم، اذا كنا هنتكلم كده انا ما احطش بقى اي حاجه عشان اكسب من وراها اي كلام، لان انت هو الاول الثانويه العامه بيطرح ازاي؟ يعني لو انا طالع الاول في خمس مواد وسقط في مادتين ابقى الاول على الثانويه العامه؟ ها؟ ولا بمجموع المواد؟ وهو في كل الاحوال ده تصنيف بنقاط اعتمد وشغال لغايه النهارده. وما زال مستمر، ما حدش بيعترض عليه. القرعه اللي هتتعمل يوم 16 قرعة معمولة على حسب التصنيف على آخر خمس سنين. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الأهلي، طول ما الأهلي مركز على شغل، طول ما الأهلي مدي كل وقت ومجهود وفكر المسؤولين عنه للعمل والإنتاج، إنه يفضل بعد ما كان نادي القرن العشرين بأربعين نقطة، لا في أول 20 سنة من القرن الجديد يحصد 101 نقطة بنفس المعدل. هو ده الأهلي وهو ده نتاج العمل اللي بيقوم بيه. لكن مع هذا كان هناك كلام كثير بعضمة لسانه. ومين يحاسب شلبوك يا باشمهندس؟ لا زودها، زودها قوي 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 بصراحة. يعني واضح انه حتى بطل يدرس الموضوعات اللي بيقولها لمجرد انه الاعداد او هو بقى الله اعلم عايز يهاجم وخلاص. مش بيهاجم، ده بيحرض. يعني ما قاله في موضوع ياسر ابراهيم جريمة مهنية بكل اركانها. طب ما نسمعها. نسمع مدحت شاي. النهارده الراجل اعلن ياسر ابراهيم، فالنادي الأهلي رد بعد ثلاث ساعات، قال أن اللاعب ياسر إبراهيم عنده إجهاد ولن يتمكن من الانضمام إلى المنتخب الوطني، واتبعت ورقة للمنتخب الوطني فيها الكلام ده. أنا الحقيقة مش عايز أقول كلام يزعل حد، ده المنتخب الوطني مش سمسمية وحمصية. هل يليق انه لاعب يستدعى للمنتخب الوطني ويقول انا عندي اجهاد؟ ويعني ايه كلمه اجهاد؟ يعني بالبلدي لو وقعتوا عليا كشف طبي مش هتشوفوا حاجه، لانه الاجهاد ما بيبانش في الكشف الطبي في الاشعات والكلام ده كله والسونار. وبعدين الامر الاخر، هناك طرق كثيره جدا لازاله الاجهاد. يا وبعدين ده ياسر ابراهيم ما لعبش الا مباراه واحده السنه دي وخارج صخ سليم قدام الداخليه، يعني الراجل مريح ومأنتخ ما عندوش مشاكل. اذا المساله
يجب الا تمر مرور الكرام بمنتهى الصراحه. الحقيقه يا كابتن مدحت، المنتخب فعلا مش سمسميه حمصيه، بس ده اعلام الفوليه والعسليه. اعلام لما يكون لواحد من اعمدته في الاعلام الرياضي، كابتن مدحت شلبي حد عنده ممكن يكون 30 سنه على الاقل في الشغلانه ديت. فلما يكون حد بالخبره دي وبالعمر ده ويتكلم على غير اساس، يبقى لا، ده مش المنتخب بتاع الحمصيه والسمسميه، ده الاعلام اللي بيقوله كابتن مدحت شلبي بتاع العسليه والفوليه والمهلبيه. ده بجد يعني، لانه غير مقبول بالمره ان حد في العمر ده يبني وجهات نظر على كلام كذب، على كلام كذب، وبعدين يتهم الاهلي ويتهم ياسر ابراهيم ويتهم الناس كلها وهو الراجل بيقول كلام كذب، بيقول كلام كذب. لانه ألف باء اعلام، الولاد الصغيرين لو اشتغلوا الشغلانه ديت اي حد صغير هيتيقن، هيسال هو ياسر ابراهيم اعترض، اعتذر ليه، وايه اللي حصل من تنسيق، هل في كان تنسيق ولا لا. يا كابتن مدحت، ده المصدر المسؤول السهل المباشر المتاح، كنت تليفون رفيع قد كده لحازم امام هيقول لك ايه اللي حصل، هو المشرف على المنتخب، وانت عندك 20 سنه اتحاد كوره وعارف الامور بتدار ازاي. لو سالت او اعدادك سال حازم امام وقال له هي ايه الحقيقه، لكنت لا هتبيع حمصيه ولا عسليه ولا هيبقى الشكل كده خالص. اعتقد ده عيب مهني قاتل، لان الرد كان من الكابتن حازم امام كمان كان رد موجع شويه، نشوفه. ده المنتخب طبعا تعرفين ان متولي ربنا يشفيه يعني تتعور، فالمنتخب بعت للنادي الاهلي لياسر ابراهيم. برضو عايز اقول حاجه على ياسر ابراهيم، في ناس، فياسر ابراهيم على فكره ما اعتذرش ولا حاجه، هو اللي حصل بالظبط ان كاب سيد بعت قال اوكي، بس خلي بالكم ان ياسر اتمرن بقى له 3 4 ايام بيتمرن تمرين حمل عالي، لان في ناس بتتريق يقول لك هو مجهد وازاي وده ما بيلعبش اساسا، ما برضو الناس بتاخد من على السطح يعني. فهما بيتمرنوا، اللي ما لعبوش كتير بيتمرنوا تقريبا بيتمرنوا كل يوم، وتمرين ضغط عالي وحمل عالي. فقالوا احنا لسه، وبعدين لما منتخب غرابة كلم كابتن سيد الصبح امبارح كانه في التمرين او بعد التمرين على طول، فقال له خلي بالك هو لسه متمرن دلوقتي كمان، والتمرين كان عالي، فهو يعني حمل عالي عليه ان هو كان المفروض هيروح التمرين بعد الظهر الساعه 5، بس ده اللي حصل. فشرح له هو بيتمرن ازاي، فغرابه وصل لمستر فيتوريا ازاي التمرين عامل ازاي في 3 4 ايام، ان الحمل عالي حمل عالي حمل عالي، فهو تعبان النهارده او مش قادر يتمرن اساسا، لو جبته النهارده هيبقى لسه بيتمرن، فمش هيتمرن النهارده وبكره، عايز تمرين خفيف لان هو كان نازل بحمل مختلف عنك. فالراجل قال خلاص خليه ما دام حمل، نشوف جابه خالد صالح يمكن من نادي الاتحاد. فده برضه الموضوع، في ناس بقى لك هو لعب حاجه عشان يبقى مجهد، ايوه ما هو مجهد يا فندم، انه بيتمرن تمرين تاني، بيتمرن مع النادي الاهلي، ما كانش عامل حسابه انه هيروح منتخب مصر، فبيتمرن تمرين الضغط العالي اللي مستر كولر عامله مع فرقته. فكل حاجه ليها، بس ليها اسبابها، بس احنا نحب دايما ايه نتريق ونهزر وبتاع، لكن ده هو اللي حصل، وبالتالي لن ينضم ياسر ابراهيم لمنتخب مصر. الحقيقه انا لا شايف سمسميه ولا حمصيه، انا شايف منتهى الاحترافيه. ما قاله الكابتن حازم هو ده المطلوب بالظبط، طلب لاعب بشكل مفاجئ. فمدير الكوره كابتن سالم الحفيظ بامانه واحترافيه قال له الراجل ده بيتمرن حمل تقيل بقاله كام يوم، والنهارده الصبح الساعه 9 هو لسه مخلص تمرين دلوقتي. خلي بالكم احنا هنبعته لكم، بس حطوا المسائل دي في الاعتبار. لا اعتذر ولا قال اي حاجه. الراجل المدير الفني فيتوريا لما لقى الموضوع كده قال لك الله ما بلاش وجع الدماغ، واحنا ناخد ريسك ليه وناخد واحد عشان يرتاح عندنا، لان هو ده كان المخطط في مرحله الاحمال بتاعه انه هياخد فتره راحه بعد الحمل التقيل ده، فما يناسبش ده المنتخب، فقال ناخد واحد تاني. فده احترافيه لا سمسميه ولا مهلبية، ولكن المهلبية والسمسمية اللي حصل عند حضرتك. طيب يعني كابتن حازم وضح المسألة، ميدو رأيه ايه بقى في الموضوع؟ نشوفه. فين إعلاء منتخب مصر عن اي مكان تاني؟ للأسف معظم الأندية الكبيرة بتقع في غلطة التعليق على
ان انت تقول ان فلان كان لازم ينضم لا بتاع وبتدافع عن لعيب بتاع ناديك، ده موجود وبيحصل وده شغل ميديا، ده موجود وكل الانديه الكبيره بتعمل كده. انما النهارده مش هينفع يا جماعه ان احنا نشكك في زمم الناس، مش ومعنى زمم، وخلي بالكم المدرب اللي انت بترمي عليه ان هو بيسمع كلام عضو مجلس اداره او بيسمع كلام بتاع، انت بتطلعه في الاخر قدام الجمهور ان هو ايه، ان هو راجل اراجوز. لو مدرب جاي يدرب منتخب مصر وانت بتقول في التلفزيون ان هو بيسمع كلام عضو مجلس اداره او واحد بتاع في اختيار لعيبته، يبقى انت بتتهمه ان هو اراجوز، صح؟ ده من ناحيه. الناحيه الثانيه، هل تقبلوا ان حد يقول الكلام ده على مدرب ناديكم؟ هل تقبل ان يتقال على كولر ان هو بيسمع كلام مثلا حسام غالي مثلا في اختياراته للعيبه بتاعه الملعب؟ تقدرش تقول كده. ليه؟ لان ده مدرب الاهلي، انما مدرب المنتخب ملوش ظهر اقدر اقول عليه كده. تقدر تقول عليه كده وتقدر تدوس عليه. وبالمنظر ده يا جماعه منتخب مصر عمره ما هيعمل حاجه. شوف، هو برضو عشان ده الكلام اللي فيه لخبطه ومفيش فيه معلومات، لكن المعلومات اتقالت على لسان المشرف على المنتخب اللي هو بي 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 بيدير عملية الاستدعاء والاستبعاد. فمش عايزين بقى يعني نكتر كلام في الموضوع ده، لأنه الحقيقة كل واحد عايز ياخد الموضوع في سكته أو في سكة أنه يدي ينظر في حاجة أو يسيء. لأن على فكرة الشيء الوحيد اللي أنا موافق الكابتن مدحت شلبي عليه، لا يجب أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، بس بالنسبة لمين؟ يا ريت ما يمرش بالنسبة لك مرور الكرام. ولو ان في جهات بتحاسب، انت كنت تحرض على لاعب النادي الاهلي على الهواء، انت كنت بتتهم النادي الاهلي بالتدليس، انت كنت بتعمل حاجات يا كابتن مدحت احنا فاهمينها كويس وانت فاهمينها كويس وفاهمها كويس، وكفايه بقى، لان لو رجعنا الملفات كتيره مش هيبقى كويس. طيب ميدو شايف انه المسائل المنتخب مصلحته فوق كل اعتبار، واحنا هنأكد المؤكد، لسه حد هيقدر يتكلم مع النادي الاهلي في الجزئيه ديت؟ هل في تنسيق بين الاهلي واللاعب كمان 8 لعيبه في المنتخب ولا لا؟ وكان زعلان ان كريم ما راحش. انتوا بتتكلموا في ايه؟ نشوف مهيب عبد الهادي، هل انت ايه التنسيق اللي موجود؟ هل في تنسيق بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وجهاز المنتخب ولا بيشتغل لوحده؟ نشوف. كتير جدا طلع على ياسر ابراهيم. طب ايه صحه الموضوع؟ بصراحة أنا كلمت كابتن سيد عبد الحفيظ. الحقيقة إن كل اللعيبة بعد الجولة الثالثة كله خد أجازة. حتى لعيبة المنتخب نفسها كله خد أجازة حوالي 4 أيام. طيب نادي الأهلي ما خدش أجازات. نادي الأهلي هياخد من النهاردة أجازة 4 أيام أو 5 أيام. فياسر إبراهيم الأيام اللي فاتت كان بيتمرن وهيخش على تمرين مع منتخب مصر، ففي تخوف ان ممكن يصاب زي ما محمود متولي اصيب، وده بالتنسيق ما بين اداره النادي الاهلي واداره منتخب مصر، مش بالخناق، بالتنسيق. فطبعا في كلام تنسيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ واداره منتخب مصر، لان هو الوحيد من اللعيبه اللي ما ريحش، هيخش في تدريبات منتخب مصر بعد ما كان في تدريبات النادي الاهلي، وده طبعا هيبقى في اخلال ب الراحة السلبية للعيبة. هي دي قصة. طيب خلاص، هو يعني قال يعني أكد على اللي قاله كابتن حازم، بس أضاف إن في تنسيق من دي وان، كان في تنسيق بين الكابتن سيد، وهو ده الأصول يا جماعة، هو ده الأصول إن أي فرقة ليها لعيبة في المنتخب بتتواصل مع أجهزة المنتخب بتقول لها الوضع إيه. اذكر حاجه يا استاذ ابراهيم، اما كنت في اتحاد الكوره بتاع 2004 حبينا نعمل يعني اجراء تثقيفي، فجبنا اريكسون اللي هو كان مدرب منتخب انجلترا يعمل ندوه. تفتكر مين اول واحد كان قاعد في الندوه دي؟ تستغرب، انا اللي كنت بدير مع اريكسون، مستر مانويل جوسيه. قاعد يشوف الراجل هيقول ايه. الراجل كانت الندوه بتاعته عن التنسيق بين المنتخب والانديه في موضوع الاحمال تحديدا.
بيحل المشكله دي ازاي؟ اه وكان اول حاجه قال ان احنا بنتابع ساعه ما ناخد اللعيب الملف بتاع تدريب الاحمال بتاعه بنشوفه عندما ينتقل الى المنتخب عشان على اساسه بنبني خطتنا في الاحمال. هو ده الكلام. لما كان قاعد مستر مانجو سيب باهتمام واصغاء شديد جدا ودار حوار بينه وبينه إيريكسون عشان يشوف الصح ايه في هذا الامر، وهو عارف طبعا بس يعني مؤكد انه كان بيتاكد او يمكن يسمع كلمه جديده او حاجه يعني، لكن هذا الحرص على المعلومه بيعملها مدرب كبير ولا يعملها اعلامي، دي صميم عمله. صحيح. احنا ليه عايزين نهيج الدنيا والراي العام بس ضد ناس ولصالح ناس وضد لعيبه وضد اداره ضد والامر لا يجب ان يمر مرور طب والله لا يجب ان يمر مرور الكرات فعلا يعني. يعني حتى بمناسبه المنتخب نفسه ما اعتقدش ان الكابتن مدحت شلبي نطق بكلمه وقت ما لعيبه الزمالك خرجت من معسكر المنتخب عشان تلعب ماتش وتركي. ما اعتقدش ابدا انه نطق بكلمه في السياق ده، لكن زي ما بقول لكم استسهال المساله على انه معلومه على الوش. وكابتن حازم امام قال الجمله الحقيقيه اللي عمله مدحت شلبي، قال لك في ناس بتاخد من على السطح، في ناس فعلا بتشتغل من على الوش مجرد كلمه، بس دايما وابدا حتى عمر المرء محسوب عليه. يعني دي امور ممكن يعملها حد قليل خبره، لكن الهدف ان انت تتهم الاهلي وتتهم لاعب النادي الاهلي بهذا الشكل في كلمه كاشفه، في كلمه هما مش بيستنكر، ده بيطالب الامر لا يمر مرور القرار ولا يجب على رايك، ده عايز عقوبات، ده هو ده اللي في دماغه، هو فاهم كويس. ايوه. لكن هو يحرض. ايوه. طول عمره بيعمل كده. ايوه. طيب مستر كولر سافر في اجازه وهيرجع الحد ان شاء الله عشان يستأنف التدريبات يوم الاثنين. كابتن احمد كشري واحد من مدربي الدوري المدير الفني الانبي شايف بصمه كولر على الفرقه بتاعه الاهلي ازاي لغايه دلوقتي؟ نشوف. كان مفاجاه بالنسبه لك هل كولر اعاد الانضباط التكتيكي لفرقه النادي الاهلي ولا ما نقدرش نقول الكلام ده دلوقتي؟ لا لا للامانه اعاد. انا شايف ان النادي الاهلي شكله افضل، في حاجات هو اشتغل عليها مع النادي الاهلي انا كنت دايما بقولها. الاهلي كان محتاج ان هو يشتغل بضغط عالي على الفرق اللي بتقابله في البدايه، الراجل بيضغط من بدايه المباراه وموقف لعيبته كويس قوي، بيدور اللعيبه كويس، الملعب شكله منظم، في تركات بتتعمل في الملعب واضحه، شخصيته مع الملعب تحس ان هو يعني اللعيبه شارب الاسلوب بتاعه. وبعدين انت عارف احنا يعني اولاد النادي الاهلي متابعين النادي الاهلي الامور ازاي، بيشكروا في الراجل كويس، كلهم بيشكروا فعلا. فدي دي حاجه كويسه. لا الامانه مدرب يعني انا غير من شكل النادي الاهلي. طبعا. طبعا. وبعدين عمل حاجات كويسه كابتن، اللي يشوف عنده بعض اللعيبه ان هي تتوظف في مكان كويس واللعيب ينجح فيه، ده يبقى المدرب عينه كويس. يعني اصل احنا علقنا على هذه الامور طبعا، في مؤشرات واضحة، لكن أحكام نهاية برضو عشان ما يبقاش العملية ماشية بالطريقة دي ماتش بماتشو، لازم ننتظر شوية عشان هو واضح إن في مؤشرات إيجابية مؤكد يعني. طيب يعني بنتكلم على الفروقات في البطولات، معرفش ليه بقى حتة لا ما احنا عارفين التاريخ بتاع بطولات الأهلي إزاي، تخيلوا ان في حد لسه بيقول الكلام ده رغم وضوح كل هذه الامور. كابتن ياسر ريان رد على بشير التبعي في الجزئيه دي، نشوف. اللي انا عايز اقوله لبشير، اما انت جيت قلت لي انت انسى اللي تاخده بطولات، قلت لك ما احنا للاسف احنا مش متعودين على دي، ودي فعلا ده حقيقه. أيوة. حتى ما يعني العصور كلها اللي انا لعبتها قبل ما اجي النادي الاهلي وفي النادي الاهلي وبعد النادي الاهلي مكمله لبعض. نادي الزمالك انت خدت بطولتين انا ما بقتش عارف اجي الاستوديو. اقول لك بس دلوقتي هقول لك على حاجه. انت نفسك قلت دلوقتي قلت الزمالك لما خسر الماتش الاهلي وقع خلاص، وده فعلا دي طلع على فكره دي مشكله نادي الزمالك. نادي الاهلي ممكن يحصل له دروب لكن ما يقعش قوي كده. هو الزمالك وقع فيه؟ لا وقع نادي الزمالك جاي من البطوله خلاص خسر بعدها كان متعادل معايا لسه واخد. ما هو نادي الزمالك كل بداياته في كل الدوريات كده. انت خدت بطولتين يا بشير كل شويه تكلمنا عليهم يا بشير. فين ده؟ انت لما تيجي تتكلم نتكلم على قلت لك قبل كده على تاريخ
تاريخ كبير. هي برضه الناس كلها عارفه التاريخ ده مكتوب ازاي ومعمول ازاي. لا مالهاش ولا ازاي يا كابتن بس؟ ما انت لو الماتش السوبر كان بره المشكله يعني المشكله ما بصش مصر المشكله هو هو انت بتحاسبني لما انت لما احنا كنا بنلعب برضه الحكام كانوا بيساعدنا هو بتحاسبني لما انت كنت معايا بتحاسبني على طول الماتش انا واخد سبعه قلت لك واخد سبعه دوري ورا بعض كان برضه الحكام كان بيتجاملنا ما ترد يا فين بيجاملنا في ايه؟ احنا واخدين الدوري قبل ما الدوري بينتهي بست سبع بست سبع اسابيع ما كانش فيه بار ساعتها يا بشير ما فيهاش الكلام ده طب ليه مش انا سالت مره لعيب هقول لك على حاجه ماتش اهلي والزمالك طب ما السوبر كان فيه فار يا لا ما كانش موجود فار هو فعلا ما كانش فيه فار يجامل نادي بعينه ليعطيه البطولات كما حدث الموسمين الاخرين فعلا نوع من المهابره يعني تقول اي كلمه خلاص الحلال والحرام وال42 وال6 وال7 والكلام كلام لا يغني ولا ينبغي والله نضيع فيه وقت اكتر من كده يا استاذ ابراهيم لان الحقيقه خلينا بقى نشتغل عشان يبقوا 48 بطوله حرام بص يا جماعه لانه الكلام برضو و 480 بطوله حرام ايه الذهنيه دي؟ ايه الذهنيه دي؟ يعني انت عايز تقول لي ان هياخدوا عادل القيعي بيقول بطولاتنا حرام؟ تفتكر ده عاقل هيقدر ينطقها؟ في ناس استاذ ابراهيم مش كده ما مش هيخلونا ما نقولش الكلام اللي لازم يتقال بص يا جماعه يعني ببساطه شديده جدا اللي قاله بشير التحكيم هنا في مصر بيجامل الاهلي وكلنا عارفين الاهلي بياخد الدوري ازاي زي ايه؟ زي ايه طيب؟ وبعدين بيقول لك ما هو لما اتعمل فار طيب ما البطولات الافريقيه معموله بفار بس بفار محترم بطولات العالم للانديه فيها فار وفار محترم الاهلي لما لقى تقنيه فيديو محترمه ونزيهه وسليمه شفت بطولات افريقيا بقت عامله ازاي وشفنا الفارق في افريقيا عامل ازاي وشفنا فوز الاهلي بثلاثه برونزيه في كاس العالم للانديه في ظل تحكيم اوروبي رغم انما الفار المحلي بتاعنا ده اللي موجه واللي بياخد تليفونات واللي بيشتغل بمزاجه واللي بيحط الخط غلط ده مش فار ده اي حاجه تانيه غير الفار ده قهوه بيشربوا فيها شاي دي غرزه دي غرزه مش فار لان كلكم شايفين التدخلات اللي فيها وشايفين حجم الاخطاء اللي فيها وشايفين انتقادات كلاتنبرج الراجل الانجليزي لما جه واتعرضت عليه اخطاء السنه اللي فاتت لمهم جدا لمهم في خطأين يخصوا النادي الاهلي يا عم بشير كان كفيلين الاثنين دول ما يضيعوش الدوري من الاهلي هو ده الفار الامين لكن الفار المخطط ده اللي فعلا من يوم ما جه الاهلي بيخسر بطولات هو ده الفار اللي هو معتمد عليه ونسوا فيه طيب برضو نرجع لمهابره حقوق الرعايه والهري اياه تاني الزميل محمد شبانه كان معاه احمد الخضري وبليغ ابو عايد في قناه اي تي سي نشوفهم الرعايه دي مثلا بيقول لك 2 مليار هتتجمع تقريبا في 4 سنين والزمالك عنده مشكله ما انت لما تيجي تقول في الجاب كبير قوي بالاهلي والاسماعيلي بالاهلي والمصري ماشي لكن الجاب الكبير ده بالاهلي والزمالك مش مقتنع بيه تفسيرك ايه؟ مش مقتنع بيه طبعا لا تفسير لا انا مش راجل مش دارس التسويق ده بس انا باخدها بالبلدي كده لا مفيش حاجه اسمها بالبلدي لا ما انا مش على قناعه ان شركه حكوميه تيجي تروح للنادي الاهلي اصل عشان دي رغبه والجماهيريه والكلام ده شركه حكوميه بتروح الاهلي ازاي؟ هو البريد ده مش شركه حكوميه؟ ومش عارف التليفونات دي مش شركه حكوميه؟ طب وماله؟ كمل وانا القصه ملهاش اساس مشيت من بدري كده وخلاص ماشي. اتبنت على هذا الاساس ماشي. على حاجه جيل يسلم جيل مش عارف ايه والكلام ده الجاب الكبير ده قوي لا طبعا مش مقتنع طبعا ماشي. المشكله يا استاذ احمد ان هو الزمالك دايما من اكتر من 10 15 سنه نفس القصه شغاله مسؤول الزمالك اشمعنى ده ما بيحصلش طب انت بتعمل ايه طب والاهلي عمل عشان ايه؟ تعمل والاهلي عمل ايه اقول لك انا الاهلي عمل ايه الاول حاجه النادي الاهلي استفاد من القيمه السوقيه ليه دايما في ادارات تسويق قويه بتبدا اللي هي ايه اديني اماره ادارات تسويق قويه في النادي الاهلي اللي هي النهارده إيه؟ النهارده النادي الاهلي مثلا عنده كام فرع بيفتتحه ده مش كله ده جزء من التسويق بتاعه فرق بين العلم وفرق ان انت في يعني نادي الزمالك بنتكلم بس في كلام بس يا عم انا مش دعوه ما انا بقول لك وحش الزمالك ماليش دعوه بالزمالك مش الزمالك لا وحش لا وحش وحش الزمالك وحش لا وحش المسؤولين في الزمالك ما بيجيدوش ان هو التعامل هو ينفع النقاش كده نادي الزمالك بيعمل كده تاني ما هو لحظة. انا لا ما انا ما اتكلمش طب خلي ما انت هترد طب خلي برضه ما زلت الاهلي عمل ايه عشان التسويق يزيد ما تقوليش الفروع من قبل الفروع وفي فرق هتقولي الشعبيه هتقولي اصل انا مش يعني قولي النظام بيجي القصه تمشي ازاي احسن حاجه عملها الاستاذ احمد الخضري انه سال السؤال الجميل ده هو الاهلي عمل ايه انا مش هقارن الاهلي بالزمالك على فكره ولا باي نادي تاني
تعال نقارن الاهلي بالاهلي، لماذا ينمو الاهلي؟ طب هو اشمعنى الاهلي بتاع 2018 بياخد نص الرعايه بتاعت الاهلي بتاع 2023؟ ليه؟ اشمعنى؟ الاهلي والاهلي بقى يا استاذ احمد وغيره اللي من عشان بس ايه اللي عايزين يعرفوا اللي عايزين يهابروا هم حرين، ما هعمل فيهم ايه؟ الرعايه بتبدا باطلاق كراسه شروط. كراسه الشروط دي بتتضمن مجموعه من الحقوق بيسموها باقات اعلانيه. هذه الباقات بتقول لك ادفع فلوس مقابل ادي لك 1 2 3 4 5. لو اديته 3 هتبقى ليها سعر، لو اديته 5 هتبقى ليها سعر. الشغل الشاغل للنادي الاهلي دائما يا استاذ ابراهيم ازاي اعظم الباقات بتاعتي واعدل في كراسه الشروط. ودي تجربه انا عشتها شخصيا، لان لما كنت في اداره التسويق كانت بتجيلي الكراسه وكنت بأساهم في تعديل او اضافه الحقوق حقوق مزيدا من الحقوق اللي اقدر اديها للراعي. انت بتديني المعلن يا جماعه انا هديك ايه عشان تديني فلوس؟ ده جزء ده جزء مهم. ايوه ده اللي بين الاهلي والاهلي. ايوه واخد بالك؟ لكن اللي بين الاهلي والاخرين بالاضافه لدي اللي هي لا تقار باي كراسه شروط، اتحدى حد يقدم لي كراسه الشروط بتاعته. عنده ايه الحقوق اللي فات؟ سيبك من اللي جاي، ممكن يروح ينسخ كراسه الاهلي ويقول لك ايه؟ لا خليني في اللي فات اللي اطرحت. فانت بتديله الحقوق بدليل ان النادي الاهلي بعد ما بيسيب الحقوق دي بيقول ايه تاني اقدر اسوقه بره؟ بره ملف الرعايه. فيجي يقول لك ايه؟ الحزمه الاقتصاديه للنادي الاهلي. فكر في حاجات تانية. راح جاب لك اسوار، وراح جاب لك نادي اطلق اسمه عليه، وراح عمل استاد السلام ونادي في الاقصر، حزمه التربيه والتعليم وتسميه المنشات. كل شويه الاهلي بيعظم الحقوق في كراسه شروطه فتكبر. مع فارق الزمن، مع فارق البطولات، مع فارق المكانه، مع نمو الشعبيه. ما هو اللي لما بتقاس على ده اللي عايز اقول، كل ده بيؤدي الى في الاخر نمو الشعبيه، مش بس هيبه واسم كبير يستحق الاستثمار فيه، ولكن سوق كبير عمال بيتنامى يتمثل فيه شعبيه. يا استاذ احمد ال 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 الحزبه بتتحسب، وبرنامج الاستاذ احمد الخضري مع الاستاذ محمد الشبان مع الاستاذ بليغ بيتفرج عليه كم واحد، مقابل برنامج تاني بيتفرج عليه نص دول، يبقى لما احط اعلان عند الاستاذ شبانه يبقى ضعف الاعلان اللي بحطه عند الاستاذ عبد العزيز محمود. واخد بالك؟ لان حجم الناس اللي بتشوف هنا غير. لما اخد الكلام ده واروح لحته تانيه فيها نسبه مشاهده اعلى الاسعار بتزيد. في رمضان بتزيد عن دلوقتي، في كل وقت في حاجه اسمها البريميوم تايم، الوقت المميز، المصنف المميز، المسلسل المميز، الاسم المميز. والاهلي هو البراند رقم واحد افريقيا فبياخد اعلى حاجه. بالاضافه الى تعدديه الباقه وتوسعها ونموها يبتدي ينمو ايضا في المقارنه بنفسه. لما تقارن الاهلي النهارده وبكره باذن الله هتجد ان بكره الاهلي بياخد حقوق اكتر، ويتغير الرعاه، وتتغير الوكالات، وتتغير الشركات، ولا يتغير الكونسبت، لا يتغير المبدا، كله يلهث من اجل الحصول على هذه العلاقه المثمره بين الراعي والمكان. المكان او البراند اللي هو النادي الاهلي. وبعدين يعني يعني أرجو إن أنا أكون جاوبتك على سؤالك، هو الأهلي بيعمل إيه؟ وذاكر بلاش تذاكر، يعني الكلمتين دول لو سمعتهم تاني روح اسأل فيهم. بالإضافة لكده يا جماعة النقطة المهمة، روح اسأل الوكالات أو الشركات اللي أعلنت. بس أنا كنت في حاجة اللي سرحت فيها والنبي قبل ما أنساها. هو بيقول لك هو الاتصالات دي شركة حكومية. لا لا، اتصالات مصر. اولا دي مش اتصالات مصر. الراعي ها شركه الاتصالات. هي اتصالات مصر دي شركه اماراتيه. اتصالات الاماراتيه دي شركه منشاها
مش قطاعهم عندنا. اسهمها اتباعت لشرق وعلى فكره، وحتى لو ما هو انت دلوقتي افرض محدش يا استاذ احمد هيحط قرش عشان يخسر، صدقني والله. انت سمعت عايزين نسمع تاني الاستاذ عبد البليغ جاوبه في تجربه شخصيه، قال له ايه في اعتقد في حته تانية، جزء تاني ما لهاش. طيب دلوقتي بعيدا عن ده يا جماعه، هي علشان بس تبقى المساله واضحه جدا، الرعاه دول شركات الرعيه، لما بتيجي تحط اعلان عن النادي الاهلي احنا ملاحظين انه تقريبا حقوق رعايه الاهلي عقد عن عقد بيتضاعف ممكن مرتين واحيانا ثلاثه. اللي بيحصل انه ليه الشركه دي اللي النهارده كانت دافعه في اعلانها للنادي الاهلي 100 مليون هي نفسها اللي قابله او شركه منافسه ليها قابله انها تيجي بعد 4 سنين ال 100 مليون تدفعهم 200 مليون و 300 مليون لو هي ما استفادتش من ارتباطها بالنادي الاهلي، ليه هتدفع تاني؟ وليه هتدفع بالزياده؟ ليه كانت وكاله الاهرام او برزنتيشن او صله او اي شركه معلنه او اي وكاله لما بتدفع النهارده 10 بعد 4 سنين في العقد الجديد مستعده تدفع ال 10 دي 20 و30 و40 لولا ان هي استفادت وانتجت وحققت ارباح من خلال الارتباط بالنادي الاهلي؟ لو جربت ان ده عميل غير مربح مش هتقرب منه تاني، اتلدعت منه مره مش هتكررها. فلما تبقى كل شركه حريصه انها تدفع اضعاف اللي كانت بتدفعه للاهلي، اعرفوا ان هي حققت من خلال ارتباطها بالنادي الاهلي كل هذا النجاح وهذا الربح. عايز اضيف حاجه بس صغيره، اه لان ما جاتش في بقيه الفيديو. هو برضو الاول هو الاهلي عمل ايه علشان يعني الرعايه بتاعته؟ كان عنده كام بطوله بقى؟ كام عنده كام؟ لا سيبك من البطولات بقى، خلينا في مجال التسويق يا استاذ ابراهيم. هو مين اللي فكر يعمل اداره تسويق؟ مين اللي فكر يحول النادي الى شركات؟ هو مين اللي انشا بالفعل شركات؟ النادي الاهلي. هو مين اول نادي استثمر في الميديا؟ ما هو النادي الاهلي. هو كل دي مجلس يا استاذ احمد النادي الاهلي افكار نبعت من النادي الاهلي، مجلس ادارته يفكر وينفذ من خلال اجهزه تنفيذيه بتقدر تحقق له اهدافه، وبعدين عمليه مستمره لا تتوقف. كل دي الاستاذ احمد بقى الاستاذ بليغ قال له كمان في بقيه، انا اتفرجت اصلي على الحلقه جزء كبير من الحلقه دي، قال له كان ليا تجربه من مده ان الزمالك كان الاهرام واخده برعايه 3 مليون جنيه، كان الاهلي بياخد 21. وبعدين الزمالك احتج وفسخ العقد وقال انا هاخد البراند بتاعي اسوقه. الكلام لو سمحتوا لو تقدروا تدوروا عليه جيبوه وانا بتكلم، او الساده المشاهدين او الاستاذ احمد نفسه يتيقن منه من الكلام ده، لان انا تابعت هذا. قال له الزمالك لم ينجح الا في الحصول على نصف المبلغ. فعاد مره اخرى اظن الاهرام بعد كده اظن الاهرام يعني وصلوا 5 مليون جنيه اعتقد. هذا فالمساله مسألة. وبعدين هو الاهرام وحسن حمدي 100 مره، حسن حمدي كان مدير الوكاله وكان رئيس مجلس الاداره الاستاذ مرسي عطله رئيس مجلس اداره نادي الزمالك انذاك. المساله ما فيش حد يقدر يا جماعه يجامل في اموال قطاع خاص او قطاع عام الا الوزاره فقط المعنيه اللي هي بتدي اعانات. في مجال الاعانات قول انا زي اي حد، لان اعانه وان كنت ارى انها لازم ترتبط انت بتعمل ايه بالاعانه. ما هو انت عندك منشات ان هي اعانه انشائيه غالبا يعني عندك منشات وعلى ارض الواقع وعمال بتطلع كل يوم منشات تضخها في البنيه الاساسيه بتاعه الرياضه ادي لك، ورغم هذا خد يا سيدي من الدوله اللي انت عايزه. لكن ما فيش كلمه اشمعنى بقى ان نتوقف شويه عشان نعرف نشتغل وما نشغلش الجمهور بقضايا والله تضر اكتر ما تفيد. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف ايه كمان اللي يفيد. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده الحرص على النمو الاقتصادي الدائم ويتحول لكيان اقتصادي كبير. ده مش راينا، ده راي محمد شبانه. نشوف. انا بيعجبني عارفين ايه في الاهلي؟ النهوض بالنادي وتحويل النادي لكيان اقتصادي فعلا
قوي وعظيم، وانا شخصيا اول المساندين لده، لانه لازم يكون عندنا ده، ولازم يكون النموذج الاهلي، لانه بيبقى ده نموذج انت ضامن نجاحه. فالاهلي قاطره، وقاطره انت ضامن نجاحها بجماهيريته بقى، بادارته، بتاريخه، ببطولاته، بكل حاجه. فالاهلي هو اكتر نادي مهيئ لنجاح التجربه دي. طب تصدقوا بالله، والله العظيم ممكن تكون شعبيه الاهلي اكبر من شعبيه مانشستر سيتي. ايه رايك؟ الفيسبوك قال لك اكتر خمس انديه تفاعل على الفيسبوك في شهر اكتوبر كان الخامس الاهلي. ريال مدريد، ليفربول، برشلونه، مانشستر يونايتد، الاهلي، مش مانشستر سيتي. فاحنا نقول الرعايه مليار، الاهلي جاب مليار من الاثنين المعلنين اللي على الصدر دول، اللي هم الاتصالات وبنك ابو ظبي. انا دايما بشوف انه يستحق اكتر. مش الاهلي بياخد مليار و2 مليار يستحق 10 مليار. فانت بتتكلم في كيان اقتصادي قوي بيبنى دلوقتي. فالنادي الاهلي نموذج كلنا نسنده في دي. كيان اقتصاد قوي بيبنى، يستحق اكتر بكثير، خمس اضعاف ما يحصل عليه الان. هذه رؤيه وراء الاستاذ محمد شبانه، ودلل على انك دائم نمو. وده اللي بقوله، هو انت النهارده بتجهز لايه؟ افتتاح فرع تجمع، يعني قيمه مضافه. يعني النهارده انت الراعي سوف يخاطب 20,000 او 30,000 اسره جديده في منطقه اخرى جديده، في مكان يكتظ بمقر جديد واسوار جديده ومرافق جديده، يكتظ بالاسكان الجديد. انت بتخش اي حي ينمو هذا الحي، المتر بيضرب متر الارض لوجود النادي الاهلي. اذا هي مساله فيها حسبه واضحه وسهله، وعلاقه مضطرده بين النمو الاقتصادي والنمو الجماهيري، اللي هو مرتبط بحاجات كتيره جدا، الفخر والعزه والهيبه والمكانه والسمعه والبطولات والنمو الانشائي بتاعك والامتداد بتاع النادي في كل مكان. والخطه المحطوطه للنادي الاهلي هتتجاوز الاحلام بكتير، اكتر بكتير من الواقع الجغرافي اللي احنا بنتكلم عليه. ده كلام مهم جدا. يحصل ده برغم كل المعوقات بقى، العراقيل اللي بتتحط، والمشكله اللي اثيرت مؤخرا للاهلي مع اتحاد الكره الطايره. لاعبه في النادي الاهلي مضت عقد للنادي الاهلي، خدت حقوقها من النادي الاهلي، وفجاه راحت انتقلت لنادي الزمالك ضاربه بعقدها عرض الحائط. الاهلي قدم شكوى، راح للجنه الاولمبيه، خاصه انه اللاعبه والدتها الكابتن هناء حمزه نائب رئيس اتحاد الكره الطايره. فيطلع من الكابتن هناء حمزه اساءات كثيره في حق النادي الاهلي ومجلس ادارته. كانت النتيجه انه مجلس الاداره راح بشكوى للجنه الاولمبيه، اللجنه الاولمبيه احالتها للجنه التحقيق، فاحيلت الى لجنه القيم امام اللجنه الاولمبيه كنائب رئيس للاتحاد. إذن اتحاد الكرة الطايرة طرف في هذه المسألة، ممثل في نائب رئيس الاتحاد. يطلع رئيس الاتحاد بنفسه بقى أستاذ ياسر قمر في أحد البرامج يتكلم على العقد الخاص بين الأهلي واللاعبة والمعروض على النيابة. يعني هي هناء حمزة طعنت في هذا العقد، فالأمر بقى في النيابة، صدر قرار بحفظه. اتحاد الطايرة يعمل إيه؟ شوفوا بقى رئيس الاتحاد لما يستبق كل الاحداث ويتكلم، نشوف. بس مش بنسب اي عقد في اثنين بين اثنين، لا بيبقى حاطين شروط جزائيه بيت. اكيد انت لو اشتريت بيت النهارده وعايز، ايوه ممكن العادة. انا يبقى عندي لعيب كويس بديله مرتب كبير، فاقول مثلا انا زي مريم كان شرط الجزائيه بتاعها 3 مليون جنيه. ما كانش، ما اعرفش، ما كانش محطوط 3 مليون جنيه من الاول اعتقد. يعني انت قصدك انه انضاف على العقد؟ انا ما اعرفش، الله اعلم، ما كنتش موجود. حضرتك بتقول ما كانش مكتوب الاول. انا ما اعرفش، ما اكيد لو كان العقد، طيب لو كان 3 مليون جنيه مكتوبين في شرط الجزائر وهي بتمضي، اكيد ما كانش هتقدر تمضي.
يعني دي المعلومات اللي جات لحضرتك اتقال لك كده؟ انا يعني؟ انا ما قالت لي انا ما شفتش، هي البنت اللي بتقول انا ما شفتش الشرط الجزائي ده. طيب هل فعلا يعني عشان بناء على كده هي طعنت؟ طب انا هستوضح من حضرتك معلش انا اسف، هل فعلا كابتن هناء كان ما اعرفش اتقال انه كان بالليل وكانت عايزه العقود وجريت على الاتحاد واخدت العقود وفتحوا الاتحاد وما اعرفش ايه الكلام ده حقيقي ولا لا؟ مش بالليل ولا حاجه، هو كان يوم كان الاهلي كان مسافر وكان عندهم ماتشات في تونس وكانت عايزه العقود عشان الاهلي يمضيها عند بنتها قبل ما تسافر، فجت اخذت العقود من الاتحاد وش فالناس بتعتبر يعني الواقع مش اللي اخذتها، مش هي اللي اخذتها يعني. لا ما اقصدش ان انا ان فيها تجاوز اداري، ما اقصدش كده، اقصد انه الاهلي هو اللي بعت الايداي بتاعهم اخذها. طب وماله؟ ما اقصدش ان فيها تجاوز اداري ولا حاجه، بس انا اقصد انه ده الناس بتستدل على الواقعه دي بان هي كانت راضيه بالتعاقد. يا بيه هي مش معترضه، هي مش معترضه على البند بتاع شرط الجزاء، هي مش انكرتش انها ماضيه للنادي الاهلي. هي انكرت حاجه واحده بس، هو المشكله في حاجه واحده. هي بتقول لك انا مضيت للنادي الاهلي او النادي الاهلي مصورني او كل حاجه، بس اللي انا مضيت عليه مش هو اللي كتب في العقد بعد كده. يعني اضيفت بنود مثلا؟ اضيفت بنود مثلا على كلامك. على فكره اغلب النوادي في مصر بتعمل كده، بتخلي اللعيبه تمضي على العقود وبعد كده بياخدوا العقود بقى يدخلوها للشؤون القانونيه في النادي، مش لازم الاهلي بس، اي في نوادي كتير جدا. بس ما يلومش الا نفسه اللعيب اذا كان ده بيحصل. وبيحطوا بيكتبوا فيها البنود وبيمضي مدير النادي ويختمها ويسلمها في الاتحاد. والله انت حيرتني، كل الانديه بتعمل كده وابتدى. بس يا استاذ يسعد انت مش ملاحظ انك انت اصدرت حكمك؟ والله انا ما اعرفش، بس هي ما كانتش تمضي، هي بتقول بس انا ما اعرفش، لكن ما هي ما كانتش تمضي على الشرط ده، اصل هي مرتبها صغير. لقد اصدرت حكم في قضايا لم تطرح عليك بعد، لان القضيه دي منظوره في النيابه، هي طعنه بالتزوير مش كده؟ هي مش في النيابه معروضه؟ طيب كيف تصادر على حق النيابه اللي ممكن تبقى واخده اي قرار؟ لكن انت اصدرت نيتك واصدرت حقك، وهو ده اللي انا ادهشني يعني من الاستاذ ياسر قمر. هل دي معرفش قله خبره في التعامل الاعلامي وحسن نيه، ولا هو لا هو جواه ده القناعه بتاعته، هو يعني هو افصح عن قناعته في هذه القضيه؟ خلاص معروف الورق ده لو دخل ادي الاستاذ ياسر قمر هيسعى ان يصدر الحكم ان هي ما كانش يعني لو كانت عرفت الشرط الجزاء ما كانتش مضت، اصدر حكمه في هذه القضيه. شوفوا الحقيقه يعني لما فعلا مسؤول يصدر حكمه او يكشف عن عقيدته في ازمه مثاره بهذا الشكل، الاولى والاقدر اللجنه الاولمبيه هي اللي تتدخل، لانه اصبح الاتحاد خصمه حكم. نائب رئيس الاتحاد والده اللاعبه، رئيس الاتحاد واضح جدا انه واخد صف نائب الرئيس واللاعبه. ده هو والا هو في حاجه وانت بتتكلم على الشرط الجزائي، طب انت بتقر بسلامه العقد، طب تنتقل على اي اساس؟ ان هو بيقول لك ما احنا عارفين كلنا انها مضت. طب ولما عارفين كلنا انها مضت ازاي تنتقل لنادي تاني؟ يعني هو شبانه بيساله بيقول له في معلومه انه الكابتن هناء حمزه جات الاتحاد بالليل خدت العود عشان بنتها تمضي عليها للنادي الاهلي، قال له لا ما كانش بالليل ولا حاجه، ده كان بالنهار وجات خدت العود عشان بعثه الاهلي مسافره فعشان تلحق تتعاقد مع الاهلي قبل السفر. يعني انت كمان متاكد من حرصها على التوقيع؟ طب وقعت بتنتقل، انت بتوافق لها او السيد المدير التنفيذي للاتحاد عندك بيسهل امر انتقالها للزمالك على اي اساس او ايه المبرر القانوني وانتم متاكدين من سلامه العقد؟ افرض ما فيش شرط جزائي، سيبنا من الشرط الجزائي. بتنتقل بقى ازاي؟ بتنتقل انت بتقبل هذا الامر؟ سيبك من الشرط الجزائي دلوقتي، انت بتقبل الامر اللي انت متاكد انها مضت بكامل رضيتها، متاكد بكامل رضيتها؟ يعني النادي الاهلي لو شطب الشرط الجزائي هترجع تلعب في الاهلي كانت؟ واللي زعلها شرط؟ طب وهي لو ما هي مش عايزه تمشي وحريصه انها ما تمشيش مش هيزعلها الشرط الجزائي يبقى 100 مليون حتى؟ لكن انت الموضوع يا استاذ ياسر انك حكمت في قضيه ما كان ينبغي انك تطلع تقول رايك فيها بالوضوح ده والجدل ده. انت بتجادل اللي بيناقشك، بتقنع، عايز يقنع الاستاذ محمد شبانه بالكلام ده. وبعدين النادي الاهلي قدم اسانيده القانونيه الكامله في العقد اللي يفيد على ان اللاعبه ماضيه على العقد وفي شرط جزائي. بص وهو الشرط الجزائي، بس عشان في كلمه، هو الشرط الجزائي ده
سيف مسلط على اللاعب بس؟ طب ما هو حافظ لحقه، هو على الطرفين ولا على طرف واحد؟ يعني لو النادي الاهلي جه دلوقتي في اثناء مده العقد ومشى اللعيبه، النتيجه ايه؟ هيديها 3 مليون جنيه لانه في شرط جزائي بكده. طب لو هي عايزه تمشي هتدفع 3 مليون جنيه؟ يعني مين اللي فسر على انه الشرط الجزائي ده لصالح النادي مش لصالح اللعيبه؟ هو لصالح الطرفين، هو حافظ للحقوق اثناء مده التعاقد، مفيش طرف فيهم يقدر يستغنى عن التاني خلال مده العقد، واللعيبه ماضيه والاهلي قدم ما يفيد ده. المفروض رئيس الاتحاد كان القول الواضح منه ننتظر اللعيبه مضت نستنى نشوف. لا وهو طب تعالى بقى ناخد، لان لما تيجي الامور مرتبطه ببعضها، لما يجد النهارده الاتحاد ده موقفه من النادي الاهلي، لما نيجي نشوف اللاعيبه بتاعت الزمالك اللي اشتكت انها ما خدتش مستحقاتها على مدار عام، تساوت بدي، ايه علاقه دي؟ ده دي بقى الفسخ وجوبي. طبعا انك انما دي مش واحده يعني بتطعن في تزوير ولا بترجع، دي بتقولك انا ما خدتش مستحقاتي. حاجه بسيطه، حد يطلع يقول لها انت خدت مستحقاتك وادي توقيعك. ايوه غير كده يبقى ادي استغنائك. أي. مفيش حل تاني. أي. ما حصلش كده. والعالم كله منشغل بقضيه لعيبه الاهلي مش قضيه لعيبه الزمالك اللي عايزه تروح الاهلي ومعطلينها ورابطينها بقضيه لعيبه الاهلي. بقضيه لعيبه الاهلي. عشان في الاخر يقول لك طب خد دي واديني دي وخلصنا. ادي العمليه. عمليه حفظ حقوق الانديه، والنادي الاهلي ما يقدرش يتنازل بسهوله في هذا الامر. اذا كان هناك حكم قضائي خلاص هينفذه. لكن ده حق النادي الاهلي. حق النادي الاهلي وحقه في اداره منظومته الرياضيه. يعني ايه لعيب يمضي معاه وتاني يوم الصبح يقول لي سلام عليكم؟ والاتحاد هو عارف وعن طريق الاتحاد وتحت رعايته وبإيحاء وبإيعاز من الاتحاد. طب هو النهارده ما تفهمنيش، الاتحاد بتاعك مش منحاز. انت قلنا لكم قبل كده واقعه قيد اللاعبين الاجانب اللي نادي خسران 3 ماتشات في التمهيدي يجيبوا له 3 عناصر يغيروا له اللائحه او يسهلوا له القيد. القيد هيقول لك والاهلي جاء، ما الاهلي في الاخر اضطر ياخد لعيب لان خلاص بقى امر واقع تعامل مع ده. انما لما يجي شروط القيد بقى انك تسدد رسوم معينه للاتحاد المصري والاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، ماذا فعل الاتحاد المصري باعتراف رئيسه برضه؟ قال لك الزمالك ما دفعش فاحنا دفعنا بالنيابه عنه للاتحاد الدولي للاتحاد الافريقي. أي. ايه الجمال ده؟ اتحاد الكره بيعمل كده واتحاد الطايره بيعمل كده وكل الناس واقفه ما عندكش احنا رقبتنا سداده. ايه الجمال ده؟ يسدد عن الزمالك. ايوه الاتحاد الازمالي هو اللي قال كده الكابتن ياسر قمر. قال لك اضطرينا نسدد للاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي عشان نقدر نأيد اللاعب بنيابه عن الزمالك، والزمالك لحد دلوقتي ما دفع لناش الفلوس. قال كده. ايوه تخيل، يعني كل الانديه لو طلبت منك هذا الطلب يا استاذ ياسر هتبقى انت المركز المركزي يعني؟ هتوافق؟ لا هتوافق لها؟ مش هتوافق لها طبعا. فانت ما ينفعش انك انت وانت بتزمر تداري دقنك، مش هينفع. ما عادش بيداروا. ما ينفعش. الزمار ما بيداريش دقنه يا استاذ ابراهيم. ده كلام فعلا في منتهى السخف والله. ان اتحاد يتولى دفع فلوس لنادي عشان يسهل ضم لعيبه. ليه؟ علشان هو محجوز عليه. طب هو النادي ايا كان، هو نادي ما عندوش فلوس، هو حر. محجوز عليه هو حر، هو بيتحمل اخطائه او يتحمل فوائده. الاتحاد مين قال ان بينوب على الانديه في تسهيل مهام الحصول على لعيبه؟ يعني نشوف ناس تفاوض لاعب عشان يجدد، يعني كنت مختار مثلا عشان يخفف على طريقه الرحاني يعني. وش اول وش تاني ومعجون يعني عشان يسبق العمل. كان يقدر يقول ايه؟ تفاوض الزمالك معنا. وقال لهم فلوس عندنا. وليهم فلوس عندنا زي ما اتحاد الكوره بيعملها. أيوة بمعلامه كده. اتحاد بقى خبير. واتحاد الافريقي. اتحاد الكوره بقى خبير في اتحاد الافريقي يعملها. انما قال لك اضطرينا ندفع والزمالك ما دفع لناش. ويمكن ما تلاقيش جواب حتى اصلا من الزمالك بيقول له ادفع لي، يعني ما يجي يقول لك. وبعد كل ده يعني بعد الزمالك ده يعني
بعد شويه ما يجي يقول له فين الفلوس اللي قال له فلوس انا مالي انا رحت دفعت. وعشان كده الاستاذ يعني لما تيجي تقول القسم والله ما انا دافع كان عارف ان خلاص اتأيد بالظبط. هو مش ما ضغطش عليهم فأيده لكن خلاص الليله خلصت فقال لك والله ما هدفع مع لانه عرف ان الدفع مش هيدفع فعلا. والله انا مبسوط منه جدا ويستحق كل الناس اللي بتخرق اللوائح بالشكل ده تستحق تستحق ان انها تعامل بهذه اللهجه. الحقيقه كلام غريب وعجيب عجيب فعلا يعني ما اعتقدش ابدا الكره الطايره في مصر تستحق مجلس اداره بهذا الشكل يدار بهذه الطريقه من زمان من اول ما الراجل ما هو ما حدش بيحاسب حد الحقيقه لما يكون المدير الفني الاجنبي يمشوه ليله السفر لبطوله عشان ما خدش ابن المدير التنفيذي ومحدش يحاسب حد محدش قال للراجل الاجنبي ده ازاي يتفسخ عقده في اللحظات الاخيره وهو رايح المطار وبعدين يتعللوا بحته اصل اللجنه الاولمبيه اللي بعتت لنا وانت ازاي تسمح للجنه الاولمبيه تتدخل في قرار فني عندك ازاي ده يكون مسموح بيه الا اذا كانت المسائل كلها وشوش مكشوفه يعني منتهى الفوضى في الاداره بجد. الحقيقه في طنطا دوروا في الدفاتر القديمه في مركز شباب قريه شوبر في محافظه الغربيه لقوا مين من ابن هذه القريه يكرموه فلقوا نخبه من الرياضيين الكبار ما اعتقدش في اكبر واعرق من السيد نصير. السيد نصير اول من فاز لمصر والعرب وافريقيا بميداليه ذهبيه في الدوره الاولمبيه. كمان مركز شباب قريه شوبر في الغربيه كرم بجانب هذه الرموز الكبيرة كرم الكابتن فتحي نصير الخبير الكروي ونجم ولاعب ومدرب الأهلي السابق والمدير الفني لاتحاد الكرة على أنه أصغر مدرب كرة اشتغل في مصر ده لما اشتغل في النادي الأهلي. وكرمه أيضا الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي ورئيس قسم العظام بالمركز التخصصي للطب الرياضي. كما اختير للتكريم البطل الذهبي محمد المنياوي صاحب ذهبيه افريقيا لرفع الاثقال البارالمبيه. واختتم التكريم بتكريم اللاعب الواعد احمد الشيخ لاعب نادي غزل المحله اللي حقق مع ناديه العديد من الاحصائيات. حضر الاحتفال وتسليم الدروع التذكاريه النائب الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب والنائب اللواء غباشة بدير عضو المجلس والدكتور يسر الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور عبدو أبو طالب وكيل المديرية والدكتور محمد سعفان مدير عام الشباب والرياضة بالغربية والدكتور محمد شلبي مدير إدارة الهيئات بالغربية مع حشد كبير حضر هذا الحفل اللي كان بيشرفه الكابتن فتحي نصير. فكرة التكريم في حد ذاته فكرة نبيلة وبتسعد الناس رغم بساطتها انت في الاخر بتاخد درع او حاجه توثق ان انت تستحق هذا التكريم. مبروك لكل الناس اللي اتكرمت ونجحت. كابتن فتحي الحقيقه واحد من طبعا هو كان اصغر واحد في القوامات الاداريه والفنيه الكبيره. بس ما خدتش بالي انت بتكلفتني ساعات كده قول ما بلحقش اخلص كلامي من لا قول. استاذ ياسر قمر قال جمله قال هي ما كانتش عارفه وهي اللي بتقول أي. بس مش معقوله كانت هتقبل تمضي يعني هو مصدقها ورجع قال كلمه في الاخر قال ما هي كل الانديه بتعمل كده بيتفقوا مع اللعيبه وبعدين اللعيبه تمضي بعدين الشؤون القانونيه تروح تراجع ما قالش يضيف ويرجعوا يعبوا العقد وبعدين يبعتوه للاتحاد والاتحادات بياخدوا يوثقوا. اذا كل لعيبه مصر من حقها تمشي النهارده كل لعيبه مصر من حقها تستند لان ملعوب في عقودها ان اتملت وانا مش موجوده ورئيس الاتحاد يقر ده لو حد بس قال مش ده اللي اتفقنا كلمه مش ده اللي اتفقنا عليه هيصدقها رئيس الاتحاد لانه بيصدق يعني البطلات بتوعه او الابطال. اذا كل واحد يا جماعه تهتوا لانها اي واحد عايز يمشي من دي ياخد الفيديو والمداخله دي ويروح على الاتحاد يقول انا العقد ده مش اللي اتفقت عليه، أنا مضيت على بياض. مش كده؟ مش معنى كلامه كده؟ طبعًا. نقول إيه بقى؟
هو ده اتحاد الكره الطايره اللي واضح انه ما فيش حد بيحاسب. من الاخر كده اوضاع الرياضه دي لو مقبول يحصل كل اللي بيحصل ده وما فيش حساب، لا ده كده المساله صعبه قوي. طيب ده كان كل ما لدينا بعظمه لسانه وشفتوا الحقيقه اللي فيها، لكن يبقى الكثير في الغربال. هاتوا الدفاتر، هاتوا الدفاتر تنقرا. ان كنتوا نسيتوا اللي جرى، لانه الغريب جدا ان انت تكتشف ان الناس بتتكلم على ماتشات ووقائع وحقائق وبطولات انه دي ما حصلتش برغم الواقع بتاعها. الموقع الرسمي او الحساب الرسمي للنادي الاهلي نشر تويته له على تويتر بمناسبه ذكرى فوز الاهلي على الزمالك عام 25 6-0 في بطوله دوري القاهره. لغايه كده الكلام كويس. يقوم بقى موقع صدى البلد قال لك خبير اللوائح الرياضيه قال في تصريحات، وانا برضو بتستفزني جدا فكره هو خبير اللوائح اللي هو مين، وسالت كتير يعني ايه يا جماعه خبير لوائح؟ ده المفروض في الاسم العلمي استاذ تشريعات قانونيه، ده المفروض يكون دكتور في الجامعه في كليه الحقوق والشريعه. ايه فكره انه في حد واخد لنفسه هذا اللقب؟ جابه منين وخلفيته القانونيه والعلميه ايه؟ على درايه باللوائح يعني. عنده فكره. ايوه بس مين؟ ما قالوش اسمه. اولا ما قالوش اسمه، والادهش بقى النقطه الثالثه، هو المفروض يتكلم في نزاع قانوني، يعني حتى لو كان نطط من عصور عشان يتكلم في اللوائح مقبوله، بس تتكلم في اللوائح لما يكون الامر معروض على لوائح، لكن الامر معروض على التاريخ. ايه علاقه اللوائح بالتاريخ؟ بقول لكم والله عندنا عبث كبير جدا زبد. طيب قال لك ايه خبير اللوائح بسلامته؟ قال لك سنه 25 لم يكن هناك مسمى لمسابقه تسمى دوري القاهره في هذا الوقت، وقال سنه 25 كانت هناك منافسات كاس الامير طوسون التي بدات خلال الفتره من 22 لغايه 27. ده كده بقى خبير تاريخ مش خبير لوائح، هو فتح شال الحيطه اللي بين الاثنين، ففتح اللوائح الرياضيه على الوثائق التاريخيه. الباشمهندس دكتور طبيب المعلم مقاول. طيب وقال كمان لما بدات منافسات الدوري المصري تم الغاء مسابقه دوري القاهره عام 53 لمده سنه وعدم مجدد ليقام عام 57 وبعدها تم الغائه. الحقيقه الغريب جدا انا هنا بعتب على الزملاء اللي في موقع صدى البلد، لانه يا جماعه في فرق بين ان انا اجهل خبر لواحد عشان مش عايز يقول اسمه، لكن لما الامر يتعلق بمعلومه تاريخيه عندي طريقتين. لو عندي حرص على دقه النشر نقرا على الكيبورد بسيطه جدا جوجل، تفتح على جوجل تشوف كان في دوري القاهره دي كان سنه كام، وتشوف الراجل اللي ضحك عليكم ده بيقول لكم انه خبير لوائح وهو نطط السور، لا خبير لوائح ولا يحزنون، وهو اللي في بالي انا متاكد ما دام حاجه فيها الاهلي هو بيلف. طب انت نطط السور عشان تقول كلمه في التاريخ والتوثيق، ايه علاقتك وانت بتقول ان انت خبير لوائح؟ والموقع كمان بكل ما فيه من زملاء صحفيين محدش يسعى انه يتاكد ان الافندي ده كذاب ولا لا، لانه لو نقر فعلا نقر على الكيبورد كانت هتبقى او على الموبايل يا سيدي سهله جدا تشوف دوري القاهره ده كان سنه كام، لان الحقيقه الكلام ده حتى سبق لمجله الاهلي ان احنا تعرضنا له في 2007. صديقنا العزيز محمد مصطفى الموثق والمدقق الارشيفي والتاريخي على الشاشه يعني عرض هذا الموضوع. محمد مصطفى موثق ومدقق ولا خبير اللوائح؟ لا ملوش في اللوائح وفي التوثيق. الكلام ده اتنشر بقول لكم في 2007 اهو، التاريخ المفترى عليه والاعلام المفتري علينا بالمستندات نرد على ما نشرته الاهرام وقتها بحق الاهلي وتاريخه. كان وقتها حد كتب في الاهرام على حاجه تاريخيه، رد محمد مصطفى الحقيقه رد موثق جدا. النتيجه بتاعته انه بعد تاسيس الاتحاد المصري عام 21
قرر تنظيم اول بطوله وكانت كاس التفوق على كاس الامير فاروق اللي اصبحت فيما بعد كاس مصر. في الموسم التالي قرر انشاء بطوله الدوري، بطوله للدوري بين انديه مصر، وكانت النيه اولا انها تتعمل زي اي دوري في اوروبا، لكن لصعوبه المواصلات وندرتها وقتها تقرر عمل الدوري على نظام مختلف، فتم تقسيم مصر الى مناطق كرويه زي القاهره واسكندريه والوجه البحري والقناه بحيث تلعب كل مدينه مع بعضيها. جدول اللي قدام حضراتكم، الانديه الفايزه ببطوله كاس مصر والانديه الفايزه ببطوله كاس السلطان حسين واللي فايزه بدوري القاهره يا خبير اللوائح. الزمالك نفسه هو بيقول لك سنه 25 ما كانش فيه بطوله. يا راجل ده انت كده ظلمت فرقتك، لان الزمالك سنه 22 خد دوري القاهره، وسنه 23 موسم 23 24 خد دوري القاهره. يعني انت جيت على الاهلي موسم 24 25 الاهلي خد البطوله، 25 26 الزمالك خدها. الاهلي خدها ثلاث مرات بعد كده، 26 27 و27 28 و28 29 والزمالك خدها 29 30. بلاش كده. طب هو محمد مصطفى مصدره ايه؟ هل مصدره زي الراجل نطاط الحيط اللي بيلف ويقول لك انا خبير لوائح وانا بقول لكم ملوش فيها؟ وانا مستغرب، انا يعني نفسي يطلع يقول ايه المؤهل العلمي اللي بيكفله انه يتكلم في التشريع والقانون. المفروض كليات التربيه الرياضيه فيها اساتذه تشريعات رياضيه، دول الاولى ان هم يتكلموا في التشريعات واللوائح والقوانين. لكن جبتوا منين ان كل واحد بيجتهد بكلمتين بقى خبير لوائح وخبير؟ يعني بلغ من الخبره مداها. محمد مصطفى لما كتب ده في 2007 ما كتبش برضه من عندياته، ده راح جاب كشف عن المجلة التاريخية اللي كانت بتطلع في الوقت ده اسمها الألعاب الرياضية. الألعاب دي جريدة رياضية، بصوا كانت بتطلع سنة كام عشان تشوفوا قد إيه مصر دي عريقة وجميلة، إنه فيها صحافة رياضية سنة 26. سنة 26 مصر كان فيها هذه الصحافة اللي زي ما انتم شايفين عارضة بشكل كبير جدا للي حصل وقتها، وجايبة من ضمن الحاجات المربع اللي انتم هتشوفوه النتيجة بتاعت المباراة 6-0. هو دي اللي كانت حرقة نطاط الحيط، انه قال لك الاهلي ما كسبش الزمالك 6-0، راح جايبها له من مجلة الالعاب اللي صادرة وقتها مكتوب في الشمال فوق 1926. ومخصص لك للبرنامج 12 فبراير، ده اصدار 12 فبراير 1926. وشايفين انتوا في المربع الازرق فوق وتحت النتيجه بتاعت 6-0. المجله ديت بدات 1923. 1923 بدات. فاحنا لما بنتكلم على معلومة تاريخية بنتكلم من واقع الوثيقة أو المخطوط الصحفي اللي كان موجود، مش كلام مرسل. يجي واحد زي كده يقول لك لا ما كانش فيه، ما كانش فيه، أنت إيه؟ يعني أنت مين؟ نتمنى إن الأمور في سياق برضه الحفاظ على قيمة التاريخ. اكذبوا بس بلاش نكذب على قيم التاريخ وعلى حقائق التاريخ، لأن دي مباريات وبطولات. أنا قلت لك الزمالك اللي فاز بيها في المواسم اللي فاز بيها قلتها لك في الجدول ده، مش بس الاهلي. لكن استهلال واستهبال كمان. برضو في اطار بقى النشر الصحفي، المصر اليوم قالت الاهلي يتحرك لحسم الصفقات الشتويه وكولر يطلب التعاقد مع مهاجم سوبر. رجعت الجمهوريه ردت على مصر اليوم قالت لك 15 لاعب اساسي في عقل المدرب السويسري. كولر الاهلي يرفع شعار اللي تكسبه ولعبه. الاخبار كولر يطيل لسويسرا وجلسه خاصه للمدرب مع الخطيب والقيعي، وخريطه الصفقات في الاهلي تظهر بعد اجازه نص السنه. لا يفتى ومالك في المدينه. انا دلوقتي انا مش مالك. لا انا بشكر الجورنال انه اخطرنا بميعاد الاجتماع ده اللي ما اعرفش عنه حاجه لسه. وكابتن الخطيب هو كابتن هنا. هو كابتن هنا. ارجع للثلاثة. هي طبعا الاستنتاج انه لما يجي ضروري انه يعرض على الاطراف دي. طبعا بحكم ان انت رئيس شركة الكورة. كويس ان هم ما خرجوش بقى انه قالوا ايه؟ يتفق مع فلان فلان على كذا كذا كذا. انما يقول لك يجتمع بيهم ده وارد طبعا بنسبة كبيرة طبعا.
ده مؤكد اللي هيحصل، لكن زي ما قلت لكم هي دي يعني حددت اليومين دول الصفقات، وزي ما الجمهوريه قالت لك 15 لاعب في راس كولر، ده الراجل دماغه شايله كتير قوي، 15 لاعب الله يكون في عونه خده مسافر. واحنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي، لانه الاهلي والناس بتسال هو الاهلي بيعمل ايه عشان يوصل للقيم السوقيه العاليه جدا ديت؟ بيعمل ايه علشان ميزانيته اللي اعلن عليها الدكتور سعد شلبي النهارده توصل ل 3 مليار وي، ويحقق فائض ميزانيه بالرقم اللي قاله الدكتور سعد. الاهلي بيعمل ايه؟ ما بيعملش اكتر من انه بيحافظ على تاريخ عريق جدا خلال اكتر من 100 سنه وكام، اضاءت هذه المسيره الطويله الكثير من الشموع الحمراء. داوود راتب باشا، صاله راتب دي في النادي مش جايه من فراغ، اسمه يعني نسمع بس تقرير عشان الناس تستمتع بيه معانا. نشوف هذا التقرير عن داوود راتب باشا. داوود راتب بيك اسم له بصمات واضحة في تاريخ الرياضة المصرية بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة. داوود راتب المولود في عام 1887 يعتبر واحدا من أعظم وأبرز الشخصيات التي خدمت النادي الأهلي طوال تاريخه. بدأ مشواره الطويل في النادي الأهلي كعضو باللجنة التنفيذية للنادي عامي 1922 و1923، ثم سكرتيرا عاما للنادي من عام 1924، ويعد صاحب أطول مدة لسكرتير عام للنادي. وفي عام 1923 تقدمت أسرة راتب، الأخوان داوود وأبو بكر راتب، برغبتهما في بناء صالة كبرى وغرفة لخلع الملابس على نفقتهما في ذلك الوقت، وبتكلفة إجمالية تقدر ب400 جنيه، وسميت بصالة راتب، وما زالت أثارها باقية حتى اليوم. وكانت الصالة صالونا للاجتماعات واللقاءات الأسرية داخل النادي، وأقيمت بها حفلات الأسرة المالكة. ولخبراته الكبيرة في العمل بالنادي الأهلي وأعماله التي جعلت الأهلي يضاهي الأندية الأوروبية، ساهم داوود راتب في خدمة الرياضة المصرية في العمل بالعديد من الاتحادات المختلفة. البداية كانت مع اتحاد كرة القدم، حيث تولى منصب أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة القدم من عام 1928 وحتى عام 1944، كما عمل عضوا باللجنة الأولمبية المصرية من عام 1934 وحتى عام 1946، وأمين صندوق بعثة كأس مصر بإيطاليا عام 1934. كما كان داوود راتب بيك أحد المساهمين في تأسيس اتحاد الملاكمة في عام 1923، وتم اختياره وكيلا للاتحاد. واشترك النادي الأهلي في مباريات درع راتب ببعض أعضائه، كذلك اشترك في بعض البطولات السنوية. وكان النادي الأهلي يقيم حفلا للملاكمة على درع داوود راتب بيك، وكان ذلك محط اهتمام وسائل الإعلام المختلفة وقتها، وذلك تأكيدا على دور الأهلي الريادي الذي كان يقدمه لصالح الرياضة المصرية منذ تأسيسه. كما حمل على عاتقه مع أبناء النادي الأهلي المخلصين تأسيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال، كما انتخب رئيسا لمنطقة القاهرة لكرة القدم، كما تولى رئاسة الاتحاد المصري لتنس الطاولة في عام 1932، وكان وقتها سكرتيرا للنادي الأهلي. وفي عام 1944 وافته المنية، ليسدل الستار على تاريخ رجل عظيم قدم الكثير للنادي الأهلي وللرياضة في مصر. الفقرة دي أنا بسميها فقرة التسجيلات، اللي أتمنى الناس تسجلها، لأنها بتحكي تاريخ النادي الأهلي وجزء من تاريخ مصر من خلال الناس تشوف نمط الحياة كان ماشي إزاي. لكن لما تشوف أستاذ إبراهيم كل سير هؤلاء الرجال العظام
منذ انشاء النادي الاهلي في الفتره الاولانيه بالتحديد تجدهم كلهم كانوا كشاكيل سواء في الرياضه او في الاداره. حتى تجد مر بالاداره التنفيذيه المكتب التنفيذي وبعدين سكرتاره النادي وبعدين ساهموا في انشاء اتحادات زي اتحاد الكوره وبعدين في اللجنه الاولمبيه وبعدين يسافروا مع البعثات في الخارج. تاريخ طويل جدا، ولكن انا اول مره اعرف لماذا سميت صاله راتب بهذا الاسم. تصورت انها تكريما لداود باشا، لكن لان اخواته تبرعوا بيها ودفعوا تكلفه باهظه جدا، كان مبلغ مرعب 400 جنيه. لما تعرفوا ان ميزانيه النادي الاهلي كانت 5000 جنيه، كان شركه مساهمه ب 5000، جمعوا 3500 جنيه من الشركات و1500 جنيه من طلعت حرب سلفه من طلعت حرب، ف يعني من بنك مصر. يعني هكذا بني النادي الاهلي من خلال عقليات متفرغه ومقتنعه باهميه الرياضه، مقتنعه بنبل الاداره، مقتنع بمكانتهم دي، وكل واحد فيهم كان ثري العطاء. يعني الحقيقه انا مبسوط بالمعلومه بتاعه داوود باشا دي، لان ما زال الاسم يرصع هذه القاعه كمكان اثري. يعني كل تجديد ليها مكان اثري، تحتفظ بالاسم والشكل بتاعها تقريبا يعني. وقدام منها الشجره، وقدام الشجره الخالده اللي اوحيت لان لازم كل نادي الاعضاء تزرع فيه شجر. دي الشجره اللي قدامه الخالده الكبيره دي اللي هي زرعها الدكتور نفيسة الغمراوي مع عم منعم وهبي لما تزوجها، فخلدت قصتهم مع بعض واصبحت مسمينا يعني شجره الخالدين. كل واحد يحط كل واحد عليه. يتوفى تتحط اسمه على لوحه نحاسيه. من الناس اللي هي ما سابوش الشجره دي يوم، كانوا يقعدوا قدامها او تحتيها كتير. منتظر يعني. ان شاء الله صديقنا الله يرحمه اللي هو محمود عطا الله ده ضروري يضاف. يبقى موجود الشجره دي يعني وكانها مقام دلوقتي. ما اعتقدش انا التوفيق مرسي ولا الحصري هيسيبوا اليافطه دي ما يحطوهاش. هي بتبقى اللي هو محمود عطا الله تيكت صغير كده بيتحط على الشجره. انما يعني انا اللي عايز اقوله ان هؤلاء الرجال العظام وتاثيرهم في النادي الاهلي والرياضه المصريه. بس ملاحظ ان هو اسس اتحاد الملاكمه. ايوه كوره والملاكمه. بعد كده الملاكمه تطلع من الاهلي. لا الاهلي لغى الملاكمه والمصارعه والاثقال لما كان بيعمل عمليه ضبط للانفاق. كانت العاب طبعا هي احتفظ من الالعاب التي لا تدر دخل بالعاب القوه. يعني حتى السباحه ممكن تدر دخل احيانا. ايوه تاجير الملاعب والكلام ده، لكن الالعاب دي كانت انفاق. بس رجع تاني دخل برضه ايه الكاراتيه والجمباز، ويعني مش دخل دخل الكاراتيه جديد واستمر في الجمباز. بص النادي الاهلي عليه مسؤوليه كبيره جدا طبعا، ومن الالعاب اللي اتمنى ان يعيدوها تحديدا، لانها مش هيبقى انفاق جامد جدا، عايزه صاله صغيره، لكن ممكن يطلع ابطال، لان احنا مصر مشهوره برفع الاثقال. واحنا عندنا ابطال عالميين يعني. مش عايز ده يبقى اقتراح شخصي مني كده على الهوا، لكن ندرس. انا شايف ان الاهلي اللي دخل في مجال رفع الاثقال، لان الميداليات الاولمبيه في الالعاب دي يا استاذ ابراهيم. فتجد ان النادي الاولمبي هو اهم نادي في تحقيق الميداليات. لاهتمامه بالرياضات دي. ايوه عايزين احنا نخش بقى في ده. كلام مهم جدا. دي كانت اطلاله على الشموع الحمراء وعن داوود راتب بيك، لكن يبقى الكثير في أسرار الملك السيد الدوزوي. أعتقد الدوزوي واحد من أمهر وأقوى لعيبة كرة في تاريخ. لقيت هما اتنين اللي حببوني في الكرة جدا جدا جدا، كابتن صالح وكابتن الدوزوي. وانا حبيت الدوزوي وهو في المصري. وكنت اقول يا سلام لو يجي النادي الاهلي. كنت عايز تمضيه وانا صغير وبس يجي النادي الاهلي. فلما اتى الى النادي الاهلي اكتمل الحلم عندي. ويعني استطاع النادي الاهلي ان يساهم في انه استمر في الملاعب مده، لان كابتن سيد الدوزوي كان
عامل زي غاند كده، جسمه رفيع جدا وضعيف، لكن كان مهارة وموهبة، واحد من ألمع الهدافين عبر تاريخ مصر. يعني لما أحسن ثلاث هدافين في تاريخ مصر يقول لك الدز والشاذلي وكابتن حسام حسن. فشوف عايش لأم بأرقام. ثم أتى بعد كده يعني ناس معرفش تنافسهم ولا لا، معرفش الكابتن الخطيب. نشوف التقرير بكم كم. لا أعتقد إن أهداف، لا هم ثلاثة دول اللي بالترتيب يعني. نشوف هذا التقرير عن السيد الدزوي. السيد محمد التبعي أو السيد الضضوي أحد أساطير الكرة المصرية الذين نجحوا في خطف قلوب وعشاق الساحرة المستديرة بمستواهم داخل المستطيل الأخضر وأخلاقهم خارجه. عرف في الملاعب بلقب الضضوي، حيث كان يشبه في طريقة أدائه الإيطالية ديزي لوكيتي لاعب نادي فورتس أحد الأندية الأجنبية ببورسعيد، وكان يمتاز بالمهارة الفنية العالية. في بداية الأمر أطلق عليه ديزي الصغير، ولكن تم تحوير هذا اللقب على المستوى الشعبي بعد ذلك ليصبح الضضوي، والذي عرف أيضا بالثعلب لتميزه بالمكر والدهاء داخل الملعب. ولد الضضوي في بورسعيد في 14 سبتمبر 1926. بدأ مشواره مع كرة القدم مبكرة، وهو ما جعله يحقق لقب هداف الدوري الممتاز 3 مرات متتالية مع المصري، محققا رقما قياسيا قبل أن ينتقل لصفوف النادي الأهلي. وبعد انتقاله للأهلي استمرت رحلة الضضوي مع حصد البطولات، حيث فاز خلال مواسمه الأربعة مع المارد الأحمر ببطولة الدوري الممتاز 4 مرات، كما فاز بكأس مصر مرتين في عامي 1958 و1961. لم تقتصر إنجازات الضضوي على حصد البطولات مع الأندية فحسب، بل كان له نصيب وافر من الإنجازات الشخصية، منها الفوز بلقب هداف الدوري 4 مرات. كما حفل تاريخ الضضوي مع المنتخب بالعديد من الإنجازات، حيث لعب أول لقاء دولي له عام 1947، وشارك في أولمبياد لندن عام 1948، والتي حقق فيها المنتخب المصري المركز الرابع، كما شارك في أولمبياد هلسنكي عام 1952، وفازت مصر على تشيلي في هذه البطولة 5-4، أحرز الضضوي 3 أهداف منها. كما فاز مع مصر بذهبية كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط الأولى في الإسكندرية عام 1951، وأحرز بالبطولة 7 أهداف منهم هدفان في النهائي أمام إيطاليا، ليتوج بلقب الهداف في هذه الدورة. ومن القصص الرائعة في مسيرة الضضوي ما جرى في إحدى مباريات منتخب مصر الودية أمام نظيره الهولندي، عندما ظهر بمستوى طيب أبهر الجميع، ووقتها اعتقدت ملكة هولندا بأن الفرعون المصري يستخدم مغناطيسا لجذب الكرة تجاهه، فلجأ لخلع الحذاء واللعب أمام ملكة هولندا حافية لإثبات عكس ذلك بحسب الصحافة وقتها. وفي يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 1991 توفي السيد الضضوي عن عمر يناهز 65 عاما، ودفن في مدينة بورسعيد مسقط رأسه، تاركا خلفه تاريخا كبيرا ومسيرة حافلة بالإنجازات. يعني كابتن السيد الضضوي يشوف مات عنده 65 سنة كابتن أستاذ إبراهيم، مات صغير ديسمبر 91 مات صغير 65 سنة، تشوفه وهو بيلعب تقول عنده 50 سنة وشه. وعايز أقول لك على حاجة، ولما يعني أيامه الأخيرة أنا كان قدر ليا
اعمل معاه حديث صحفي في بيته في الدقي، كان قدام السنترال بتاع الدقي. كان في الشهور الاخيره فعلا مش بتاع 65 سنه، الزمن كان باين عليه قوي. لا هو ملامحه عجيب جدا وجسمه تكوينه ورجليه رفيعه كده بالظبط، لكن يعني كان احد اهم خصائصه انه كان يستطيع، ما كانش ينط يلعب كرة بالهيد، لكن كان يرفع رجله فوق دماغه وينزل بالكرة قبل ما توصل الارض يكون حطها في الجول، كانت اشهر لعبه عنده. وكان هداف من طراز ما شفتوش حد بالموهبه الفرديه دي. انما يعني دليل على كده انه يكسب هداف الدوري 4 سنين ورا بعض او 4 مرات، ما اعرفش متتاليه ولا لا. وبعدين لما يروح الدوره الاولمبيه يبقى احد الهدافين، دوره البحر الابيض المتوسط 7 اهداف وجاب جولين في النهائي قدام ايطاليا. مصر كسبت الميداليه الذهبيه بفضل السيد الدزوي. كان عجوبه فلته، غريب جدا في مهارته، غريب جدا، ما كانش حد ستايل لا سبقه حد ولا كرره حد. بس كان بيحب الاهلي قوي، يعني هو جه من المصري. طبعا. يعني انا بقول لك، انا اخر حوار الاستاذ محمود السعداني الله يرحمه اتصل. مين؟ استاذ محمود السعداني الكاتب الكبير. محمود السعداني. فواضح انه كان صاحبه، كان بيحب، هو السعداني كان بيحب الدزوي ويحب الفناجين، يحب المجموعه دي. فالاستاذ حاتم زكريا قال لي ده محمود السعداني اتصل وبيقول الدزوي تعبان ومحدش سائل فيه، وساب ساب عنوان بيته، فما تروح تعمل معاه حاجه. فرحت له الشارع اللي قدام السنترال الدقي. الكلام ده يمكن قبل ما يتوفى ب6-7 شهور، بس كنا احنا طالعين بقى بعد كاس العالم 90، فهو لا يذكر حد بيلعب كوره الا حسام حسن والخطيب. مين احسن حد؟ الخطيب. طب مين تاني؟ حسام حسن. يعني فده تاكيدا على فكره انحيازه للفرود، هو حد يحب يجيب جون. لا طبعا. لا هو مره مش عارف قالها على مين، جه قال الواد ده لعيب قوي قوي بس عايز يروح مصر. أيوة. شفته في النادي الاهلي، فكرته على اللعيب كان قدام كده. كان قدامي بيقول لك مش محتاجين تسلم عليه يا ولد، انت لعيب كويس قوي بس عايز النادي الاهلي ياخدك ويطلع بيك على مصر يوكلك اكلتين حلوين كده تجمد. كان له تصريح اللي ما لعبش كوره في الاهلي ما لعبش. الحقيقه كان الدزوي حاجه مبدعه، لانه كان نمط غريب جدا من اللعيبه وستايل فريد على مستوى العالم، ما يتكررش لوحده، هو في حتته دي كده. الدزوي كان مسك الختام. استاذ ابراهيم قبل ما نختم بقى، ماذا تقول لدعاة الخراب الذين يظنون ان احدا يصدقهم او يستمع اليهم، اللي بينادوا مصر اكبر من كل دول، مصر اكبر من كل دول وشعبها اكثر وعيا مما يظن كل هؤلاء. هم فاهمين ان يلعبوا على وتر الازمات الاقتصاديه والمش عارف ايه، مش عارفين ان الناس البسطاء اللي بقالوا في الشارع يقول لك تاني هنعيده. احنا ما صدقنا وقفنا على رجلينا. صحيح. احنا كنا نعرف نمشي في الشوارع، احنا كنا تاني عايزين يرجعوا البلد لنقطه خطيره جدا. ولكن باذن الله سوف تظهر مصر غدا للعالم مدى صلابه هذا الشعب وتلاحمه مع قيادته وعي شعبها، وتلاحمه مع قيادته واهداف بلده وادراكه انه اهداف قيادته ايه؟ لا ادراكه ان الازمه اللي احنا عايشينها دي ازمه عالم مش ازمه مصر. لا تخص مصر وهتعدي ان شاء الله، وشايف ومصدق المجهود اللي اتبذل، وشايف انه لولا الازمات الطارئه كنا زماننا بنجني ثمار ما تم انشاؤه. مش هنرجع للعشوائيات تاني، مش هنرجع لا، المكتسبات اللي حصل عليها الشعب المصري لن يضحي بها من اجل عليها مصالح ضيقة لبعض المخربين الذين يلعبون لصالح يا إما أجندات يا إما دول لا تريد الخير لمصر. هي دي مصر، وهو ده ناديها الغالي الأهلي، اللي لما بيعمل كل حاجة عينه على مصلحة مصر وصورة مصر وقيمة مصر واستقرار مصر ورفعة مصر. لا أعتقد أبدا أن هناك ناديا اتسق في أهدافه وأفكاره وجهوده كما اتسق الأهلي مع قيادة وطنه على مدار العصور. وأعتقد ما يقدمه الأهلي الآن على أرض مصر من هذا النموذج المشرف جدا، اللي لما امبارح وفد من الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي زار النادي الأهلي في ختام دورة
في القاهرة حرصوا أنهم يجوا النادي الأهلي. النهاردة وكالات الأنباء كلها بما فيها الوكالة الألمانية تتحدث عن هذه الزيارة وتنقل عن هؤلاء سواء الألماني أو السويسري أو الجنوب أفريقي كل كلام رائع جدا بحق النادي الأهلي وبحق مصر. هو ده النادي الأهلي. ومن كام يوم يجي مشجع عشان تشوف الشعبية على مستوى هو ده النادي الأهلي النموذج المشرف لوطنه. وشوفوا كل دول سفراء لدولهم هيطلعوا يقولوا إيه. حتى الرجل الجنوب أفريقي قال إن أنا سأعود إلى بلادي لأحكي لهم عما شاهدته في نادي القرن في مصر. هو ده النادي الأهلي وده العمل الحقيقي لخدمة البلد، مش بالكلام ولا بالصوت العالي ولا بالادعاء ولا بالاتهام ولا بالتجاوز، بالعمل والإنجاز. تكون سفيرا لبلدك بعملك. بالظبط. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 9 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. ونسيبكم ختاما مع الدكتور سعد شلبي وتقرير عن أبرز ما صدر من قرارات لمجلس إدارة النادي الأهلي اليوم. تصبحوا على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. في واحدة من الجلسات المهمة لمجلس إدارة النادي الأهلي في الحقيقة انعقدت اليوم جلسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وكانت جلسة مهمة ليس من حيث الموضوعات ولكن أهميتها أيضا أتت من المداخلة الكريمة التي شرفت بها الجلسة من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال رحلة العلاج، الذي حرص على في هذه المداخلة على طمأنة جميع أعضاء مجلس النادي الأهلي الموقر، الذي كان لديه شغف كبير للاطمئنان على صحة الكابتن محمود خلال رحلة العلاج الذي يقوم بها في فرنسا. وفي الحقيقة الكابتن محمود أيضا حرص على استعراض بعض من جدول الأعمال مع المجلس الموقر، وكانت أهم الموضوعات التي حرص أن يستعرضها الكابتن محمود خلال تلك الفترة هي التطورات التي تتم في الفرع الجديد بالقاهرة الجديدة، حيث حرص على استعراض جميع التطورات التي تتم في تجهيزات المباني الإدارية، أيضا الملاعب الرياضية الخاصة بأبناء أعضاء النادي الأهلي، وأيضا الخدمات اللوجستية المصاحبة لافتتاح الفرع. وأبدى بسعادة بالغة بحجم التطورات التي تتم في هذا الفرع الكبير الذي سوف يكون محل فخر من كل المصريين بشكل عام ومن أعضاء النادي الأهلي بشكل خاص. وفي الحقيقة كعادة الكابتن محمود بقيمه الراقية حرص على توجيه الشكر لجميع أعضاء مجلس الإدارة على الجهود الكبيرة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية لاستعداد لافتتاح هذا الفرع الكبير. كما أيضا كان هناك خبر سعيد أيضا أسلج صدور المجلس الموقر والكابتن محمود شخصيا، وهو استعراض الميزانية المالية للنادي الأهلي عن العام المالي 2021-2022، والتي كانت هناك خبر صار لكل أعضاء الجمعية العمومية الموقرين، وهو أن الميزانية في هذا العام قد حققت فائض كبير بلغ 149,853,000 جنيه بميزانية إجمالية كبيرة وضخمة، أيضا هي الأكبر في تاريخ النادي الأهلي، بلغت 3,087,000,000 جنيه. وهنا حرص الكابتن محمود أيضا على توجيه الشكر للسيد أمين الصندوق السيد المدير المالي على هذه الجهود الكريمة في العام المالي 2021-2022. ثم استأذن الكابتن محمود للانصراف لارتباطه بموعد مع الطبيب المعالج بعد أن طمأن المجلس على الأمور الصحية التي تهم مجلس الإدارة أيضا وجماهير النادي الأهلي الكبيرة والعريضة في كل مكان. ثم انتقل المجلس بعد انصراف الكابتن محمود إلى مناقشة جدول الأعمال، في الحقيقة اللي كان أيضا يتضمن مجموعة من الموضوعات المهمة، وكان أهمها هو الاستعدادات التي تتم أيضا على قدم وساق لانعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي عن العام المالي 2021-2022، وكافة التجهيزات التي تقوم بها الإدارة التنفيذية لاستقبال أعضاء النادي الأهلي الموقرين بكافة التسهيلات التي يمكن أن توفر سبل الراحة خلال يومي انعقاد الجمعية وهم 28 و29. ثم انتقل المجلس أيضا لمناقشة موضوع تم مناقشته على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الخطاب الذي كان يشير إلى أن هناك فرع للنادي الأهلي في العالمين، حيث أشار الخطاب إلى أن
وزارة الإسكان قد قامت بتخصيص قطعة أرض. وفي الحقيقة المجلس يعني أشار إلى أن هذا الخطاب لم يصل إلى النادي الأهلي بصورة رسمية إلى حتى تاريخه، ولكن المجلس أيضا كان على أتم الاستعداد في حالة وصول هذا الخطاب إلى النادي الأهلي بشكل رسمي من الجهات المسؤولة عن ذلك. سوف تكون هناك لجنة مشكلة برئاسة السيد العمري فاروق وعضوية كل من الأستاذ محمد الغزاوي رئيس لجنة تنمية الموارد الذاتية، وتضم أيضا في عضويتها الأستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة، الأستاذ محمد الجرحي، وأيضا الأستاذة لميا مختار عضو لجنة تنمية الموارد الذاتية، وتضم أيضا في عضويتها المدير التنفيذي للنادي الأهلي. وتقوم في حالة وصول هذا الخطاب إلى النادي بشكل رسمي بدراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذا الشأن، سواء كانت من الجوانب المالية الجوانب القانونية، ثم سوف ترفع تقرير إلى مجلس الإدارة الموقر برؤيتها حول هذا الموضوع. ده كان جانب أيضا مهم من الجلسة. ثم انتقلت الجلسة إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالجمعية مثل تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2021 وما يشمله أيضا من خطة الأنشطة للعام المالي القادم، كما اعتمد المجلس الإدارة مشروع الموازنة عن العام المالي 2023 2023 2023، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الأخرى التي استصدرها مجلس الإدارة خلال تلك الجلسة الموقرة. وكان المجلس أيضا حريص على التأكيد على أن تكون هناك استعدادات كاملة من قبل إدارة النادي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية ومتابعة ونشر التقارير الخاصة بهذا العام المالي 2021، والذي شمل الكثير من الأخبار التي أيضا سوف تسعد جميع أعضاء الجمعية العمومية. وأما كما ذكرنا في البداية هو وجود فائض منذ فترة كبيرة في ظل تحديات اقتصادية مر بها العالم، وأيضا لها انعكاسات أيضا على الدولة المصرية، أن تكون هناك فائض في ميزانية النادي تقدر ب 149 مليون جنيه 853 ألف جنيه، وهذا فائض أيضا كبير في الحقيقة يستحق الشكر والتقدير لكل الجهود التي قام بها مجلس الإدارة. شكرا جزيلا لكل متابعي النادي الأهلي.